الخير. أخبار فتاة قطرات الندى لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر، وصباح الخير عليك يا مصطفى. صباح الفل عليك يا بنا، وصباح الفل على كل اللي بيشوفونا النهاردة. النهاردة ربما موضوعنا مش فلسفي، ولكن موضوعنا متعلق بالنوستالجيا اللي جوانا، الإنسان اللي جوانا من زمان. كل إنسان فينا دايما لو بيعيد وبيفكر نفسه بالحاجات اللي كان مفروض يعملها وما عملهاش، لو بيحاسب نفسه آخر اليوم أو آخر الأسبوع أو آخر الشهر، لو بيشتغل بالقيمة اللي بيقولوا عليها حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، أو الحديث الشريف حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، هيبقى عنده دايماً الريمايندر أو أنه هو يذكر نفسه أنا كان مفروض أعمل إيه وما عملتوش. الضمير اللي جوه الإنسان ده لو شغال عندك هتلاقي نفسك دايماً بتفكر أنا كان مفروض أعمل إيه وما عملتوش. معلش يعني قيمة فلسفية شوية، ولكن هي ليها علاقة كده بإيه، زي ما بيقولوا بإيه، بالذات من جوه، يعني صح كده ولا أنا غلط؟ والله كبرت الموضوع صح؟ طبعا السؤال بسيط خالص، حاولت أدخل داخلة كده بس هي جت كده. يعني لو رجع بيك الزمن إيه تصرف عمرك وكنت هتعمله تاني؟ الموضوع بسيط خالص والله. طيب نبدأ من جديد. طيب سؤال النهاردة اللي موجود على صفحة الفيسبوك، لو رجع بيك الزمن إيه هو التصرف اللي عمرك ما هتعيده تاني؟ بص جميل وسهل، بس خلاص هي سهلة جدا. هتعمل إيه يا من؟ ولا أي حاجة، كل حاجة عملتها أنا سعيدة بيها، وكل حاجة أنا بقيت بيها هي نتاج كل الحاجات اللي أنا مريت بيها. أنا مش من الشخصيات اللي بندم في قراراتي. حلو. وأنا مش من الشخصيات اللي برجع في قراراتي، وأنا مش من الشخصيات اللي بيبقى عندي تردد، يعني قد أخد وقتي في اتخاذ القرار وده ما بيبقاش كتير، ولكن لما بتخذه بتحمل عقبه كاملة بنفس راضية تماما. بمنتهى الشجاعة الأدبية. بس برضو مش عايزة أكبر المواضيع، بس بتبقى نفسي راضية تماما إنه أنا اللي مختارة، محدش أجبرني. وانا من الناس الحمد لله يا رب اللي بسعى ان ما بيبقاش حد بيجبرني. بحاول دايما افكر كده واعمل، وعندي المساحه ان انا اقدر اختار انا عايز اعمل ايه. فلو رجع بيا الزمن ما كنتش هغير اي حاجه خالص خالص الحمد لله. كويس. من اللي انا اخترتها، ومن الشغل بتاعي، ومن قراراتي الاسريه، ومن قراراتي العمليه، حتى الدراسه، حتى الاصحاب، انا ما كنتش هغير حاجه. انا تمام، مرضيه، راضيه جدا الحمد لله، زي الفل، وشايفه انه انا اصلا مش عايزه يرجع بيا الزمن. اي ليه يرجع بيا الزمن؟ كل واحد راضي بال، انا تمام جدا، انا مش محتاجه يرجع بيا الزمن لورا. لا هو انت لو رجعتي ورا هتحسي بغربه بالظبط كده. في ناس بتقول لك لو رجع بيا الزمن لورا، دي جمله دايما بتتقال، ليه يرجع بيا الزمن لورا؟ هنعيده ده نخلصه ويلا عدي وجيب اللي بعده. صح كلامك، صح كلامك، تعجبني حكمك يا منى والله. انت بقى قولي تاني بتقول ايه؟ بتعجبني حكمك. لا عندي حاجات قديم كتير، بس احب اتكلم عن نفسي. قولي انت. انا والله عارفه التايم مانجمنت او اداره الوقت، انا دايما بفكر انا ضيعت وقت كتير في ايه. فانا كان مفروض اتعلم لغات اكتر، اسافر مدن اكتر، احب السفر جدا، اخد ماجستير او اخد دكتوراه، يعني اتقدم في حاجات. انا احب القرايه، انا قريت كتير صحيح، ما دخلتش في مجال مثلا ان انا اخد شهادات او ان انا اعمل كده اطور في لغات، ولكن انا دخلت في حاجه واحده بس، كان ممكن انوع الحاجه دي في حاجات تانية. بس لسه ممكن تنوع الحاجه دي في حاجات تانية، لسه ممكن تسافر، ولسه ممكن تعمل الماجستير ودكتوراه، ولسه ممكن كل الحاجات دي لسه متاحه جدا. ده حقيقي، ما انتش محتاج الزمن يرجع لورا. ايوه
بس يعني يعني دايما لما بتقول انا ضيعت وقت في ايه، انا كان مفروض اعمل كده وما عملتش كده، فهماني يعني؟ محدش فرض، ادي نفسك مساحة. مفيش مفروض، انت اللي بتعمل المفروض، انت اللي بتختاره. مفيش مفروض، غير مسموح ان يبقى في مفروض. الست دي مفيش مفروض، في ظروف ساعات بتحطنا، انت ادارتك للموقف هي اللي بتحدد في مفروض ولا مفيش مفروض. مفيش مفروض كده، تحرر من فكره انه مفروض ولازم، والورقه والقلم بتقول 1 2 3 زي ما الموضوع مشي. ده اول حاجه، ده اللي ربنا كاتبه. تاني حاجه، اكيد اكيد لو انت اصل الواحد أيوة بس وهو جوه الرضا، سياقه مختلف. الرضا فضيله بس ما بتتعارضش مع قصه انك تبقى طموح، يعني انك تبقى طموح حاجه وانك تبقى راضي حاجه. ما هو الرضا ممكن يبقى برضه يوصلك لفكره ان انت تبقى سلبي. ما بقول لك اهو، عايز اكمل واشوف اللي بعده، مش عايز ارجع. لا لا، ملهاش علاقه خالص الرضا بالتخاذل او ان الواحد يبقى مش عايز يبص على حاجه. لا بالعكس، هو انا لما اقول لا هيرجع بيا الزمن لورا، هعمل حاجه ما حصلتش، اعمل دلوقتي حاجه ما حصلتش. لكن لو هيرجع الزمن، مش هيرجع بيك على فكره، عمره ما هيرجع، مش هيرجع على فكره. عشان بس نقفل، عشان نخلص الموضوع، الزمن مش هيرجع. انت هتقدر تعمل ايه كان نفسك تعمله، هتعمل ايه عشان تلحق تعمله في الفتره الجايه. صحيح صحيح. معلش يا جماعه، الموضوع يعني لا، احنا مستنيين كل الناس تقول لنا رايهم ايه، ونعرف لو رجع بيهم الزمن فعلا محتاجين انهم يغيروا تصرفات ولا لا، وهل يقدروا التصرفات اللي هم كانوا عايزين يغيروها يعيدوا صياغه الامور بحيث انهم يعملوها دلوقتي. ده سؤالنا، ده سؤالنا اللي موجود النهارده على صفحتنا على فيسبوك. احنا منتظرين اجابات حضراتكم، هنناقشها بالتفصيل، هندردش فيها، هنتكلم فيها معاكم، وهنستعرضها لغايه الساعه 10 النهارده على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. بنصبح عليكم مرة تانية، صباح الفل عليكم جميعا، صباح الخير. لو رجع بيك الزمن، إيه التصرف اللي عمرك ما هتعيده تاني؟ إيه اللي لا يمكن تعمله تاني؟ ولو رجع بيك الزمن، يا ترى ممكن تكرر تصرفاتك ولا لأ؟ ده سؤال حلقتنا النهاردة اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك وعلى انستجرام. مستنيينكم تقولوا لنا كل واحد فيكم ايه التصرف اللي لا يمكن تعيدوه تاني. لكن دلوقتي خلينا نروح للميا ونصبح عليها ونتعرف منها على اخر اخبار المرور في القاهره والمحافظات. صباح الخير عليك يا لميا. صباح الخير عليك يا منى، وصباح الخير عليك يا مصطفى، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. قولي لنا بقى، ايه هو التصرف اللي ما عملوش تاني؟ ايوه. ولا اللي عمله؟ لا، اللي ندمتي عليه. هو مش ندمت بشكل قاطع يعني، لكن اولا السؤال بسطني قوي اول ما سمعته، لانه كان نفسي زمان ابقى اجرأ شويه في التعبير عن نفسي. كان نفسي ما بقاش متانيه قوي في قراراتي بزياده عن اللزوم، وكان نفسي انمي عندي مواهب كتير، لان وانا صغيره كنت برسم حلو قوي، وكمان كنت بلعب بيانو حلو قوي، وبعد كده الدنيا خدتني. فكان نفسي انمي يعني، كنت ممكن تشوفوني فنانه بقى معاكم هنا تستضيفوني في البرنامج. ما زلتي فنانه يا لو. شكرا لك يا مصطفى، صباح الخير عليكم، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا تعالوا دلوقتي نستعرض مع بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر، وهنبدا جولتنا كالعاده من القاهره، وتحديدا كوبري اكتوبر اللي بيشهد كثافات مروريه بسيطه للسيارات اللي قادم من الجيزه وفي اتجاهه لمناطق وسط البلد. في كثافات ثانيه في الاتجاه العكسي، نفس الموضوع من ميدان التحرير ورايح لمدينه نصر ومحور النصر. كمان بتظهر كثافات متحركه في شارع عباس العقاد والطيران وصولا للدائري. نفق الازهر بيشهد كمان تباطؤ في حركه سير السيارات القادم من صلاح سالم ورايح لميدان العباسيه او العكس. تظهر كمان بعض الكثافات المتحركه بالمسطح الارضي وشارع رمسيس وصولا لغمره والعباسيه ومطالع ومنازل كوبري اكتوبر والحد شارع احمد سعيد. هنروح لشوارع الجيزه، وفي كثافات مروريه على طريق المحور اللي قادم من ميدان لبنان او المتجه كمان لاكتوبر، في كثافات مروريه، وده بسبب نتيجه التحويله اللي موجوده هناك من محور 26 يوليو ورايح لشارع المهندس او طريق المهندس شريف اسماعيل، بعد كده نرجع مره ثانيه للمحور. اما لو رحنا لمحور صفت فبيشهد كثافات مروريه طبعا بتزيد قبل اشاره جامعه القاهره. شارع الهرم بتظهر عليه كثافات مروريه نتيجه التحويلات، وكمان هناخد بالنا ان غلق الطريق الدائري القادم من اكتوبر لازم كمان الاتجاه من نفق حازم حسن ومتجه لمحور 26 يوليو او محور رود الفرج، وده كبديل للطريق. اما اللي قادم من طريق الواحات فيفضل استخدام الطريق السياحي الجديد.
تظهر كثافات مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة، وده مع دخول الموظفين لجامعة القاهرة، بدءا من نزلة كوبري فيصل كمان حتى شارع التحرير. ظهرت كمان بعض الكثافات أعلى كوبري الجامعة، وانتقل هناك رجال المرور لسحب الكثافات من أعلى الطرق. هنكمل في شوارع مدينة الإسماعيلية، وهنلاقي هناك سيولة مرورية كبيرة خاصة على الطريق الدائري حوالين مدينة الإسماعيلية وطريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم، في سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة اللي مش بتأثر على حركة الطريق. أما المتجه لبورسعيد في سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بورسعيد. من منطقة القناة نروح لجنوب الصعيد ونكمل جولتنا في محافظة سوهاج، وهنبدأ فيها من محطة قطر سوهاج، والطريق عندها بيشهد كثافات نسبية. هنمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية فيها سيولة مرورية. في بعض الكثافات المرورية أعلى نهر النيل، وكمان الطريق المؤدي للجامعة في كثافات مرورية نسبية، وفي كمان كثافات مرورية نسبية عن طريق مستشفى جامعة سوهاج. كمان في كثافات مرورية بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. دي كانت جولتنا المرورية النهاردة، وهنرجع مرة تانية لمنى ومصطفى نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا دانا. النهارده عندنا مجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي تهم حضراتكم، ولكن خلونا الأول نبدأ بالأخبار اللي حصلت امبارح. كان أبرزها استقبال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوفد إيطالي رفيع المستوى برئاسة أنطونيو تاياني نائب رئيس الوزراء الإيطالي. سيادة الرئيس أكد ترحيب مصر بالمسؤولين والشركات الإيطالية اللي بتمتلك رصيد كبير جدا من العمل المثمر على الأراضي المصرية. أكيد امبارح كمان افتتح الدكتور مصطفى مدبولي المعرض الرئيسي أهلا رمضان، وده كان في مدينة نصر وبمشاركة 400 عارض وشركة من أكبر الشركات المنتجة والموردة للسلع الغذائية. تفاصيل أكتر وأخبار أكتر خلينا نتابعها في التقرير اللي جاي. في مجموعة من الأخبار والأحداث المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي وفد إيطالي رفيع المستوى برئاسة أنطونيو تاياني نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي. وأكد الرئيس ترحيب مصر بالمسؤولين والشركات الإيطالية اللي بتمتلك رصيد كبير من العمل المثمر في مصر، ونوه بوجود آفاق واسعة للتعاون الاقتصادي على جميع الأصعدة. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لقاء موسع مع نائب رئيس الوزراء الإيطالي وعدد من ممثلي الشركات الإيطالية، وخلال اللقاء تم استعراض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري واللي بتؤكد استمرار نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري بنسبة 3.9% رغم الوضع الاقتصادي العالمي وحالة عدم اليقين اللي فرضتها التحديات والمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية. امبارح افتتح الدكتور مصطفى مدبولي المعرض الرئيسي أهلا رمضان بالقاهرة بمشاركة 400 عارض وشركة من كبرى الشركات المنتجة والموردة للسلع الغذائية. وقال رئيس الوزراء إن معرض أهلا رمضان الرئيسي بيتضمن 126 جناح لاستيعاب كل الشركات، وإنه اطمأن على توافر السلع بأسعار مخفضة تصل ل 50% لبعض السلع. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والمالية بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. البروتوكول ده بيأتي في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم دعم ثابت من وزارة المالية من إيرادات الدولة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. وتم الإعلان عن إن وزارة المالية هتقوم بادخار مبلغ بقيمة 1000 جنيه سنوياً لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى، وبيستحق المبلغ المتراكم ليها ببلغها سن 45 سنة. امبارح الحكومة نفت الشائعات اللي ترددت بخصوص حذف أجزاء من مناهج شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قال إنه الكلام ده مش حقيقي، وإن المقررات الدراسية لطلاب شهادة الثانوية العامة كما هي دون حذف أي أجزاء منها، والطلاب هيؤدوا الامتحانات في شهر يونيو 2023 في جميع أجزاء المقررات الدراسية كاملة. و
جولة المحافظات معانا مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة والأحداث اللي حصلت امبارح، ومنها افتتاح 4 معارض أهل رمضان بقرى كفر الدوار في البحيرة، وافتتاح الملتقى التوظيفي لتوفير فرص عمل للشباب في أسيوط. كمان امبارح تم تنظيم قافلة طبية للكشف على أكثر من 1100 حالة ضمن مبادرة حياة كريمة في محافظة الغربية. كمان أيضا تم توفير أجهزة طبية حديثة لمستشفى المخ والأعصاب في محافظة المنوفية، وأخبار تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير القادم. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من البحيرة اللي تم فيها افتتاح 4 معارض ومنافذ أهلا رمضان بقرى الأمراء وسيدي غازي وكوم البركة وزهرة بمركز كفر الدوار، وده ضمن 9 معارض مقرر افتتاحها خلال الأيام القادمة، بالإضافة للمعرض الرئيسي بالمدينة اللي تم افتتاحه خلال الفترة الماضية لتوفير السلع الغذائية بأسعار تنافسية تقل عن مثيلتها بالأسواق بنسب تصل من 25% ل30%. في قنا بدأت الوحدة المحلية لمركز مدينة نجع حمادي في إخلاء جميع شوارع المدينة من الباعة الجائلين ومفترشي الطرق، مع توفير بدائل ليهم لضمان عدم عودتهم للشارع وحفاظاً على الحركة المرورية والمظهر العام للمدينة. وتم نقل الباعة لحديقة الأسرة سابقاً بشارع 15 مايو كمكان مؤقت حتى يتم الانتهاء من السوق الحضاري اللي بيجري إنشاؤه بترعة الضمرانية. في الغربية نظمت جامعة طنطا قافلة طبية شاملة لقرية صناديد لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للمرضى. شهدت القافلة الكشف الطبي لـ 1112 شخص من خلال 14 عيادة، مع صرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان، وتحويل 69 حالة لمستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة. في أسيوط تم افتتاح الملتقى التوظيفي اللي نظمته مديرية القوى العاملة بالمحافظة، وده ضمن أنشطة مشروع مناهضة الهجرة غير النظامية بصعيد مصر، وبيوفر الملتقى فرص عمل حقيقية للشباب من الجنسين بمشاركة العديد من شركات القطاع الخاص. في الدقهلية تم استلام الدفعتين الأولى والثانية من الأشجار المثمرة وأشجار الزينة لتوزيعها على مراكز ومدن المحافظة لزراعتها، وده ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة. في أسوان أقام نادي الأدب بقصر ثقافة أسوان احتفالية خاصة بمبنى قصر ثقافة العقاد بكورنيش النيل ضمن احتفال المحافظة بالذكرى 59 لوفاة عملاق الأدب العربي عباس محمود العقاد. في الوادي الجديد أعلنت مديرية الشؤون الصحية ختام قافلة طبية مجانية لأهالي قرية الموشية التابعة لمركز الدخلة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج مجاناً للمستفيدين. في المنوفية تلقت إدارة مستشفى جراحة المخ والأعصاب بشبين الكوم دعم لقسم العلاج الطبيعي بالمستشفى بأحدث الأجهزة لخدمة المرضى، وده في إطار تحسين الخطة العلاجية والتأهيلية للمريض. أهلا بكل مشاهدينا من جديد. لو رجع بيك الزمن إيه التصرف اللي عمرك ما هتعيده تاني؟ خلينا نشوف تعليقات حضراتكم ونشوف إيه التصرفات لو رجع بيكوا الزمن اللي مش هتعملوها تاني. صباح الخير، لو رجع بيا الزمن كنت كملت تعليمي لأني أخدت دبلوم صنايع واشتغلت صنايعي، بس ربنا يعوضنا في ولادي ويحصلوا على التعليم العادي. ربنا يعوضك في ولادك ويحصلوا على اللي نفسك فيه واللي نفسهم فيه، ومفيش أحسن من الصنايعة الصنايعية، ومفيش أحسن من يبقى معاك صنعة عارف تتعرف تتعامل معاه. صحيح. وايدة مندور، لو رجع بيا الزمن ما كنتش فوت ولا ركعة، التزم في الصلاة أكتر من بداية صغري، بس الحمد لله على كل حال. ربنا يا رب يديم عليكي نعمته يا هويدة. ميار خالد بتقول كومنت جميل، وقمر شكرا ليك يا ميار بتقول صباح الورد عليكم، وكلام كتير بقى جميل كده حلو، شكرا. شكرا ليك. طيب محمد ابو روكا بيقول صباح الخير على مصر كلها، لو رجع بيا الزمن مش هعرف بعض الناس اللي عرفتها في حياتي، واللي وقت المصلحه يعرفوك وبعد كده ولا يشوفوك. محتاج يرجع بيك الزمن؟ ما انت دلوقتي تقدر تقرر انهم يبقوا مستمرين في حياتك او لا. صحيح. تفتكر لازم يرجع بيك الزمن؟ قول لنا بقى. محمد رسلان بيقول التدخين، ما كنتش هدخن، ثانيا ما كنتش هبطل رياضة، ثالثا كنت اجتهدت في التعليم أكتر من كده بكتير. ربنا يعوضنا في أولادنا يا رب. كل الناس بتندم على حاجات، يعني واضح إن هي واحدة يعني.
كل الناس عايزه تحقق احلامها في اولادها. صحيح. مع ان السيجاره اللي في ايدك قمت فيها دلوقتي حالا، فانت كده وقفت التدخين. بسيطه خالص. ده حقيقي. صح؟ ده حقيقي جدا. طيب زهرة العشاء بتقول صباح الخير عليكم على احلى برنامج، لو رجع بيا الزمن تاني مش هتجوز وهقعد مع امي واخواتي واصحابي، مفيش احلى من ايام الزمن من ايام زمان، بس الحمد لله دايما يستاهل الحمد. بس فكري فيها كده، انت عاجبك او وحشك حياتك بتاعه زمان اللي هي كنت انت واخواتك قاعدين في نفس البيت واصحابك كانوا حواليك. صحيح. اصحابك بقى عندهم اسر وبقى عندهم مسؤولياتهم وبقى عندهم مشغولياتهم، واخواتك كمان بقى عندهم اسر ومسؤولياتهم ومشغولياتهم، فالحياه اللي انت عايزاها والحياه اللي هي وحشاكي عدت بالاخرين، انت هترجعي لمرحله هم عدوها فهتبقي لوحدك. ده حقيقي. امين سعد بيقول صباح الانوار وكل سنه وحضراتكم بألف خير وسلامه، لو رجع بيا الزمن ما كنتش اتجوزت بالشكل ده، جواز صالونات، لكن الحمد لله علشان خاطر عيالي مستحمل. احنا خلينا نبلغ بقى عن اسم استاذ امين سعد علي عمر، يا مدام امين سعد علي عمر، هو بيقول ان هو كان عايز يغير حياته وطريقه جوازه، نبقى نطمن عليه بقى طبعا. محمد رحمي طنطاوي بيقول لو رجع بيا الزمن ما كنتش هاكل حلويات كتير بالشكل ده، علشان بسببها سناني كتير سوست ووقعت. شكرا لك يا استاذ محمد على نصيحه، نصيحتك مهمه ولازم ننقلها للناس كلها بصراحه. مريم فتحي بتقول صباح الخير عليكم من منيا، لو رجع بيا الزمن هستغل كل دقيقه وكل ثانيه في اني ابقى قاعده مع ابويا الله يرحمه، ولو كنت اعرف انه ممكن يسيبني كده على طول ما كنتش هفكر ابعد من جنبه لحظه واحده، ربنا يرحمه رحمه واسعه يا مريم. اخر كومنت معانا في الفقره دلوقتي، محمد خلاف بيقول ما كنتش اتغربت وسافرت. ربما اجابات يعني متنوعه، كل واحد فيها بيتكلم عن جانب من حياته، بنستفيد من خبراتكم وبندردش معاك وبنعرف ايه اللي كان ممكن نعمله وايه الوقت فعلا سرقنا وما عملناهوش. سؤالنا لسه موجود على صفحتنا على فيسبوك وانستجرام، مستنيين اجاباتكم، هنناقشها بالتفصيل لغايه الساعه 10 صباحا بتوقيت القاهره. خلينا نروح دلوقتي مشاهدينا لفاصل ونرجع نكمل معاكم باقي فقراتنا. ودلوقتي تعالوا مع بعض نتابع أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة، وأبرزها جامعة حلوان هتنظم ملتقى التوظيف 19 حول وظائف المستقبل وسوق العمل. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فجامعة حلوان هتنظم ملتقى التوظيف 19 لتشغيل خريجي جامعة حلوان. الملتقى بيستهدف تبادل الخبرات بين الأطراف المشاركة والأساتذة والحديث عن الإرشاد الوظيفي ووظائف المستقبل والتنوع في سوق العمل، بهدف توفير فرص توظيف للخريجين وحديث التخرج وتوفير فرص تدريب للطلبة في الفرق الدراسية المختلفة بسنوات النقل أو السنوات النهائية. النهاردة هتقام ندوة ثقافية بدار الأوبرا ضمن الاحتفالات بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. بيتناول الحوار في الندوة مشوار الموسيقار محمد عبد الوهاب وأهم محطاته الفنية، مع استعراض بعض الجوانب الإنسانية في حياته وعلاقاته بزملائه من الفنانين والموسيقيين. النهاردة رابطة الأندية المصرية المحترفة هتعلن مواعيد مباريات دور الـ16 لبطولة كأس الرابطة بعد إعلان قرعة هذا الدور امبارح، وكشف مسؤولي الرابطة أنه هيتم إقامة مباريات الدورين تمن وربع النهائي من بطولة كأس الرابطة خلال فترة التوقف الدولي المقررة من 19 ل 30 مارس الجاري. بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ودافئ على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، في كمان فرص لأمطار خفيفة المتوسطة على مناطق من شمال الوجه البحري وأمطار خفيفة المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيكي، وطمنين عن حالة الطقس النهاردة، خصوصا أن احنا بقنا كام يوم بنتعرض كده لأمطار وانخفاض في درجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة.
بالفعل احنا الحمد لله اليوم هنشهد تحسن في الاحوال الجويه عن الايام الماضيه. يمكن احنا بالامس شاهدنا ذروه حاله عدم استقرار في الاحوال الجويه وسقطت الامطار متفاوته الشده على محافظات البلاد، وادت كمان لتشكل بعض السيول في سيناء ومحافظه البحر الاحمر مع انخفاض درجات الحراره بالامس. اليوم متوقع تحسن في الاحوال الجويه مع استمرار انخفاض درجات الحراره العظمى اليوم على القاهره الكبرى 21 درجه مئويه فتره النهار. لسه في منخفض جوي بيأثر علينا في طبقات الجو العليا، بيعمل على تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه فيحمي جزء من اشعه الشمس خلال فتره النهار، فبالتالي هحس بالاجواء المائله للدفء خلال فتره النهار على اغلب المناطق الشماليه حتى القاهره الكبرى وشمال الصعيد وكمان بعض المناطق من جنوب سيناء، اجواء دافيه تماما على جنوب الصعيد، لكن كافه المحافظات بلا استثناء بتشهد انخفاض في درجات الحراره فترات النهار. ايضا فترات الليل مع غياب اشعه الشمس خاصه ساعات الليل المتاخر فتره الصباح الباكر بيكون في انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، والصغرى فتره الليل ما بين 12 و13 درجه مئويه للقاهره الكبرى، اجواء بارده على اغلب الانحاء خلال فترات الليل. كمان اليوم تكونت شبوره مائيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وكانت تشريفه واثرت بشكل كبير على الرؤيه الافقيه في الطرق المؤديه من والى محافظات الوجه البحري مدن القناه وسط سيناء. بالاضافه كمان الامطار اليوم هتكون اقل بكثير طبعا اللي شهدناها بالامس، وتنحصر فقط في سواحلنا الشماليه الشرقيه وبعض المناطق من محافظات شمال الوجه البحري، وهي فرص امطار خفيفه متوسطه غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه. ان شاء الله التحسن والاستقرار ده هيكمل معانا لنهايه الاسبوع مطلع الاسبوع القادم. لكن احنا كمان بنتكلم ان غدا الخميس والجمعه ان شاء الله هيكون في ارتفاعات طفيفه في درجات الحراره، نرجع تاني نتاثر بكتل هوائيه قادمه من مناطق صحراويه، لكن هتكون العظمى ما بين 25 26 درجه مئويه للقاهره الكبرى. مهم جدا ناخد بالنا، ما زلنا في فصل الشتاء، ما زالت اجواء فتره الليل اجواء بارده، فعلى الاقل بقدر الامكان فترات الليل نحافظ على ارتداء الملابس الشتويه. مهم جدا الفتره دي نتابع النشره الجويه بصوره يوميه لانها فتره تقلبات جويه حاده وسريعه. طيب امبارح كنت بتوصينا ان مرضى الحساسيه والجيوب الانفيه يرتدوا الكمامات وهم خارجين علشان الرياح والاتربه المثيره للرمال طبعا اللي بتاثر عليهم، هل ده مكمل معانا في الايام اللي جايه ولا برضو في انخفاض في التاثير ده؟ هو طبعا اليوم وغدا هيكون في اعتدال في سرعات الرياح، فبالتالي مش هيكون في اي اتربه ورمال مثاره، لكن متوقع مع يوم الجمعه ويوم السبت يكون في بعض الاتربه والرمال المثاره. فاحنا الفتره دي بصفه عامه فتره شهر 3 وشهر شهر 4 تبدا تنشط الرياح في بعض الايام ويكون معاها اتربه ورمال مثاره، خاصة احنا داخلين على فصل الربيع، فمهم جدا ناخد بالنا. يعني الحمد لله اليوم وغدا مفيش أي أتربة والمال مشارة، لكن وارد تتكرر في الأيام القادمة لو احنا خارجين مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية يكون دايما معانا الكمامات، لأن وارد في الأيام القادمة يكون في أتربة والمال مشارة. طيب ارتفاع الأمواج في البحر الأبيض والبحر الأحمر أخبارها إيه النهاردة؟ بالفعل احنا بالأمس كان في ارتفاع أمواج على البحرين الأحمر والمتوسط وكانوا مضطربين، ووصلت ارتفاع الأمواج على البحر الأحمر ل3.5 متر، لكن الحمد لله مع اعتدال سرعات الرياح بدأت تعتدل الأمواج والبحرين هيكونوا مؤهلين لأعمال الصيد والملاحة البحرية. ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط ما بين 1.5 ل2 متر، والبحر الأحمر ما بين 2 ل2.5 متر، فنقدر نقول إن البحرين مؤهلين لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وكمان أعمال السنوية. طيب مفهوم ان احنا لسه ما خلصناش فصل الشتاء، لكن طبعا في ارتفاع وانخفاض في درجات الحراره بيبقى ملحوظ بشكل يومي، امتى نحس ان في استقرار شويه في درجات الحراره؟ يعني احنا بنقول لسه كمان معانا النص الاول من فصل الربيع بتكون في تذبذبات في درجات الحراره بين ارتفاع وانخفاض، ولسه فترات الليل بيكون فرق بين النهار والليل بيكون كبير. مع النص الثاني من فصل الربيع نبدا نقول ان درجات الحراره استقرت نحو الارتفاع فترات النهار وفترات الليل، ونبدا ساعتها نرتدي الملابس الصيفيه. لكن احنا الفتره دي ممكن تكون ملابس خريفيه فتره النهار، فترات الليل نسقل ويكون معانا جاكيت، لان لسه في تذبذب هيكمل معانا في شهر 3 ويمكن كمان شهر 4. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره العظمى فيها 21 والصغرى 12. العاصمه الاداريه العظمى فيها 21 والصغرى 11. اسكندريه 20 11. العلمين الجديده 19 12. مطروح 18 13. دمياط 20 12. بورسعيد 19 13. الاسماعيليه 22 11. هنروح للسويس العظمى فيها 22 والصغرى 12. العريش 20 10. كاترين 14 6.
طابة 22/14، حلايب 22/15، شلاتين 24/14، شرم الشيخ 24/16، الغردقة 24/16. لو رحنا للفيوم العظمى فيها 21/11، بني سويف 21/11، الوادي الجديد 23/12، أسيوط 21/10، سوهاج 22/11، قنا 23/11، الأقصر 24/12، وأخيرا أسوان العظمى فيها 25/12. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان توصيات هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض في درجات الحرارة بنلاحظه بالليل متأخر أو الصبح بدري، لكن بالنهار الجو بيكون يعني دافي أو لطيف لحد ما. ما نخففش ملابسنا، ناخد بالنا إن في بعض الأمطار صحيح خفيفة إلى متوسطة، لكن نلتزم بالتعليمات المرورية. مرضى الحساسية والجيوب الأنفية يرتدوا الكمامات وهم خارجين من بيوتهم متجهين لأعمالهم. نرجع مرة تانية لمصطفى ومنا نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا لك. شكرا لك. بكرة هتنظم جامعة المنصورة احتفالية يوم الشعوب للطلاب الوافدين بعنوان جامعة المنصورة تجمع شعوب العالم. الاحتفالية دي هيشارك فيها مجموعة كبيرة من السفراء والملحقين الثقافيين من الدول العربية والأفريقية والأسيوية الممثلين لطلاب الوافدين في الجامعة. ده هيكون موجود في المراحل الدراسية المختلفة سواء البكالوريوس أو الدراسات العليا. خلينا نعرف تفاصيل أكثر عن الفعالية الكبرى دي. معانا على التليفون الدكتور شريف وائل يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة. دكتور شريف صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك. مجهود محمود كالعاده يا دكتور. خلينا نتكلم في البدايه، استعدادات خاصه، فعاليه كبيره، ازاي شايف اهميه تنظيم فعاليه بالحجم ده في الوقت اللي احنا فيه ده؟ هو طبعا زي ما حضرتك اكيد عارفه والشعب المصري ان التعليم يعتبر القوه الناعمه للدوله المصريه خارج اطار الدوله، وبالتالي حرصت جامعة المنصورة على المشاركة دائما. كل سنة بنعمل يوم للشعوب نجمع فيه أبنائنا من الدول العربية كلهم نحتفل بيهم في هذا اليوم. الحقيقة طبعا عندنا 46 دولة عربية أبنائهم من الجاليات العربية والأجنبية عندنا في جامعة المنصورة. عندنا 12,000 طالب وافد سواء في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس أو مرحلة الدراسات العليا. الحقيقه مشارك معانا غدا من السفارات العربيه والاجنبيه من الساده المستشارين الثقافيين والملحقين وممثلي السفارات اكثر من 20 دوله حتى الان. ان شاء الله هيكون يوم منظم على اعلى مستوى، هيكون يوم فيه جزء ترفيهي. كل جاليه من الجاليات العربيه والاجنبيه بيكون لها طقوس معينه، يكون لها تقاليد معينه بتعرضها. ان شاء الله يعني يكون يوم ممثل للدولة المصرية امام الدول العربية والاجنبية ان شاء الله. ازاي حضرتك شايف حرص ادارة الوافدين في الجامعة على تنظيم هذا اليوم واهميته بشكل عام؟ هو طبعا ادارة الوافدين عندنا يعني في شاب من كلية الاداب يعني يتولاها كادارة تنظيمية. الحقيقة من الشباب الواعد، احنا بندعم الشباب ان هو يكون له قدرة على ادارة المؤسسات منذ الصغر، وكذلك الامر زمايله من الشباب. الحقيقه بينظموا الحدث ده منذ اكثر من 6 اشهر سواء من حيث اللوجستيات المطلوبه او من حيث اداره الموقف والتجهيزات الامنيه واللوجستيه الخاصه به، لان طبعا حدث كبير زي ده محتاج ترتيبات مسبقه. يعني الحمد لله هيكون على اعلى مستوى وانا ليا ثقه كبيره فيه وانا بديره عن قرب، انا والساده النواب في اداره والساده العمداء كلهم في حدود اختصاصاته. يعني اكيد انشطه كتير ومبادرات كتير مقرر طرحها من جانب الطلاب الوافدين اثناء انعقاد الاحتفاليه دي، حضرتك هتتابع الموضوع ده ازاي؟ انا موجود من الساعه 8 صباحا بالاضافه لمشاركتي يعني واشرافي المباشر على الحدث من قبل، انما انا غدا موجود من 8 صباحا حتى انتهاء الحفل لاخر توديع للساده الضيوف، لان الضيوف اللي جايين مستوى يعني يليق بالدوله المصريه ما يقرب من 20 اكثر من 20 ممثل للسفارات العربيه والاجنبيه، وبالتالي في ممثلين للسفراء ومستشارين ثقافيين وملحقين
والهيئة الدبلوماسية لابد أن تقابل بما يليق بها طبعا. باعتبار أن أنا اشتغلت ملحق ثقافي بسفارتنا باريس قبل كده، وأعلم جيدا أن البروتوكول يقتضي أن رئيس الهيئة أو رئيس المؤسسة يكون في مقدمة الاستقبال طبعا. وآخر المودعين للجالية والسفارات اللي هتشرفنا غدا إن شاء الله. أكيد أكيد. إزاي هؤلاء الطلاب هيحيوا الأصول التاريخية للشعوب؟ إزاي هيتعرفوا على تراثها وهيتعرفوا أيضا على موروثتها؟ كل جالية وكل شعب من الشعوب العربية والأجنبية هيعملوا حاجة زي المأكولات، ده على سبيل المثال هيعملوا يعني كوكتيل من السلام الوطني للدول المشاركة في إطار موسيقي يعبر عن ثقافة الدولة. ايضا في فقره غنائيه لكل فريق من الطلاب اللي مشاركين معانا من 45 دوله، هيلقي يعني اما قصيده شعريه يا اما غناء يا اما مسرح يا اما فنون يا اما رسم هيعملوه، يعني كل المواهب اللي عند الطلبه الوافدين هتظهر في اليوم ده. واحنا كجامعه المنصوره عمدائها ونوابها والضيوف من الدول المشاركه هتمر على كل الاحداث وتشارك فيها بحيث نحن نعرف كل تفاصيل كل جاليه وكل ثقافتها، وبالتالي يكون في تلاحم ما بين الدول العربيه والاجنبيه في هذا اليوم. الخبر الاحدث عند جامعه المنصوره حصول كليه الهندسه بالامس على جائزه التميز الحكومي. دكتور، ليه الكليه حصلت على هذه الجائزه؟ ألف مبروك الاول طبعا. طبعا دي تعتبر الدوره الثالثه للتميز الحكومي، والحمد لله احنا كنا مشاركين بخمس كليات طلعوا على مستوى الدوله من ضمن 10، يعني كليه الطب، كليه الهندسه، كليه الحقوق، كليه الطب البيطري، طب الاسنان. اللي بيتم اختيار افضل ثلاث كليات على من العشر، فالحمد لله هندسه المنصوره حصلت على المركز الاول على مستوى كليات الجامعات المصريه، ولان كليه الهندسه يعني من الكليات يعني عندها برامج معتمده بنظام الساعات المعتمده، عندها سيستم ايضا. الحقيقه جاءت اللجنه وقدرت فعلا انها تستحق ان تكون المركز الاول، فانا بوجه التحيه لعميد الكليه واعضاء التدريس والجهاز الاداري، ووجه ايضا للزملاء من الكليات الاخرى اللي كانوا من ضمن العشر كليات على مستوى الجمهوريه، بوجه لهم الشكر والتقدير على المجهود اللي بذلوه. والحقيقه بوجه شكر خاص لوزاره التخطيط ولدوله رئيس الوزراء على اهتمامه ورعايه فخامه رئيس الجمهوريه لهذا الحدث. ده بيشجعنا ان احنا ان شاء الله السنه اللي جايه اللي هي الدوره بتاعه 23 هنكون ان شاء الله في المقدمه ايضا ان شاء الله. يعني كويس قوي الاستعداد للسنه اللي جايه زي ما حضرتك بتقول، لان خلاص ما دام حصلنا على الجائزه مرتين اعتقد ان مش هنسيبها ابدا في التنظيم. لا لا ان شاء الله المنصوره دائما متقدمه ان شاء الله. دايما يا دكتور. موسم ثقافي كان كبير وموسم اجتماعي كمان كبير عند جامعه المنصوره، بدءا من زياره طلاب جامعه المنصوره لمستشفى المنصوره العام وافتتاح الصالون الثقافي لجامعه المنصوره. ايه تاني متوقع انه يحصل في خلال الترم ده؟ احنا ان شاء الله عندنا احتفاليه في يوم 22 عن يوم الشهيد، هتكون قبل شهر رمضان، وكل سنه حضراتكم طيبين. ان شاء الله هيكون عندنا ايضا احتفاليات رمضانيه في شهر رمضان، احنا مش هنتوقف الانشطه، لان انا بعتبر ان النشاط الثقافي والاجتماعي هو روح الجامعه، هو المتنفس للطالب. انا الطالب لابد يكون يعني انا عارف هو بيعمل ايه وانا مشاركه في كل الانشطه. فالحقيقه انا عامل برنامج يعني ثقافي وترفيهي ونشاط على مدار العام. طبعا كلنا كاداره جامعه، ليس رئيس الجامعه فقط انما الساده النواب، العمداء، الوكلاء معانا، يعني كل من هو مسؤول الحقيقه بيقدم خدمه للجامعه على اعلى مستوى. اكيد. بشكرك يا دكتور. الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعه المنصوره، شكرا جزيلا لحضرتك. بنفكركم بسؤال حلقتنا النهارده، ايه التصرف اللي لو رجع بيك الزمن مش هتعمله تاني ابدا؟ ايه اللي ممكن تعمله؟ خلينا نشوف تعليقات حضراتكم ونشوف ايه اللي لو رجع بيكم الزمن ما تعملوهوش تاني ابدا. خلينا ناخد بقى في ناس كتير علقت. عندنا فاطمه فريد، لو رجع بينا الزمن كل خير عملته هيزيد منه، لان الجزاء والعوض من عند الله، وهو اللي بيحدد مين اللي يستاهل يكون في رصيد اهتمام.
أحمدي بيقول صباح الخير على حضراتكم وعلى مصر كلها. لو رجع بي الزمن كنت عملت حساب لنفسي ووفرت كل قرش صرفته على اللي حواليا اللي بعد كده أنكروا اللي عملته علشانهم وأصبحوا من ألد أعدائي. ربنا يعوض علينا ويكرمنا في أولادنا. أم بودي بتقول كنت خدت بالي من نفسي وخرجت وعشت حياتي بدل التفاني في الحياة العملية والمنزلية، والآخر ما بقتش أخدم نفسي. ده برضو من الحاجات اللي تخلي الواحد يفكر كتير. السؤال ما خلي الناس عندها شجن كده وحزن. طيب خلينا ناخد السؤال لشكل مختلف. ايه الحاجة المفرحة اللي كنتوا هتبقوا نفسكوا تعملوها الفترة اللي جاية؟ خلينا بقى دلوقتي مشاهدينا نروح لموجز لأهم الأنباء مع لميا. اتفضل يا لميا. شكرا لك منا. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ترحيب مصر بالمسؤولين والشركات الإيطالية التي تمتلك رصيدا كبيرا من العمل المثمر في مصر. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وفدا إيطاليا رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد التباحث حول عدد من الموضوعات والتعاون الثنائي وكذلك تبادل الرؤى بشأن الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تم التطرق إلى قضية الهجرة غير الشرعية وبحث جهود التعاون في مجال الطاقة. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إن كبار القادة العسكريين الأوكرانيين يفضلون الدفاع عن القطاع الذي يضم مدينة بخموت في شرق أوكرانيا وإلحاق أكبر قدر من الخسائر بالقوات الروسية. وفي خطابه اليومي قال زيلنسكي إن التركيز الأساسي كان على بخموت، مضيفا أن هناك موقفا واضحا للقيادة بأكملها وهو تعزيز هذا القطاع وإلحاق الهزيمة بالقوات الروسية. وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما قال أنها مزاعم بشأن تورط ناشطين أوكرانيين في تفجيرات خطوط أنابيب الغاز التيار الشمالي بأنها محض هراء. وقال بوتين إن وقوع انفجار من هذا النوع بهذه القوة وعلى هذا العمق يمكن فقط أن يتم من خلال خبراء مدعومين من كل أجهزة الدولة التي تمتلك التقنيات اللازمة لذلك، مضيفا أن الولايات المتحدة من الناحية النظرية لديها مصلحة في مثل هذه الحوادث كتفجيرات التيار الشمالي حتى يتسنى لها تصدير الغاز الطبيعي المسالي الخاص بها. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن واشنطن استدعت السفير الروسي عقب إسقاط مقاتلة روسية طائرة مسيرة عسكرية أمريكية فوق البحر الأسود. وقال برايس أن السفيرة الأمريكية لدى موسكو نقلت رسالة قوية إلى وزارة الخارجية الروسية، كما اطلع المسؤولون الأمريكيون الحلفاء والشركاء على الحادث. خفضت وكالة مودز للتصنيف الائتماني توقعاتها للنظام المصرفي الأمريكي من نظرة مستقرة إلى سلبية، مشيرة إلى بيئة التشغيل سريعة التدهور. وأوضحت الوكالة أنها اتخذت هذا القرار في ضوء سقوط 3 بنوك، ما دفع المنظمين للتدخل بخطة لإنقاذ المودعين وغيرهم من المؤسسات التي تأثرت من الأزمة. حض رئيس بنك سيليكون فالي بريدج الذي أنشأته السلطات المصرفية الأمريكية حديثا ونقلت إليه كافة ودائع بنك سيليكون فالي المنهار، حض جميع العملاء على إعادة إيداع الأموال التي سحبوها حتى يتمكن البنك من العمل مجددا. ومن جانبها أكدت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع أنها ستغطي جميع المودعين في بنك سيليكون فالي حتى بما يتجاوز سقف 250,000 دولار من الوديعة المشمولة بالحماية. يستعد قطاع النقل في فرنسا لتنفيذ تهديداته بالتعبئة لليوم الثامن احتجاجا على مشروع تعديل نظام التقاعد في فرنسا، ما يؤثر على وسائل النقل وحركة الطيران. في المقابل وفي رسالة طمأنة اعتبر وزير النقل أن يوم الإضراب لن يكون يوما أسود في وسائل النقل العام.
أحرز هالاند 5 أهداف ليقود مانشستر سيتي للفوز بسباعية نظيفة على ضيفه لايبزيغ في إياب دور 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتأهل لدور 8 بعد فوزه 8 أهداف مقابل هدف في نتيجة مباراتي الذهاب والعودة. وفي مباراة أخرى تأهل إنتر ميلان الإيطالي لربع النهائي بعد تعادله السلبي مع مضيفه بورتو البرتغالي. وكان لقاء الذهاب في إيطاليا انتهى بتفوق الإنتر بهدف نظيف ليتأهل الفريق بمجموع اللقاءين لربع النهائي. مشاهدينا انتهى موجز 8 وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. بنصبح عليكم مرة ثانية، والنهاردة الأمم المتحدة بتحتفل باليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا. ولمن لا يعلم ما هي الإسلاموفوبيا، هو النزعة الخاصة اللي ظهرت في أوروبا أو بدأت في أوروبا ضد كل ما هو إسلامي، وشفناها في مظاهر عديدة. الوثيقة الخاصة بهذا الاحتفال أكدت أن الإرهاب والتطرف لا يمكن أبدا ربطهم بأي دين أو بأي جنسية أو بأي حضارة أو جماعة عرقية. الوثيقة قالت أيضا أنها لازم نشجع جميعا على إقامة حوار عالمي بخصوص تعزيز ثقافة التسامح والسلام على كل المستويات، استنادا لاحترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان وكافة المعتقدات. أكيد الدور الكبير اللي بتقوم به مؤسسة الأزهر الشريف في مكافحة الإسلاموفوبيا، وده بيحصل من خلال يعني مرصد الأزهر لمكافحة التطرف في الرد على أي عنصرية أو أي كراهية من خلال عدد كبير من الإصدارات المترجمة. عشان كده هنعرف إزاي الأزهر الشريف واجه مصطلح الإسلاموفوبيا من ضيفنا الدكتور أحمد العطار الباحث بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا، منورنا. صباح طيبين وكل السادة المشاهدين بكل خير. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور. بداية كده لما نيجي نقول الإسلاموفوبيا، مصطلحات كبيرة كده وتخض، خلينا نيسرها على نفسنا وعلى المشاهدين ونعرف من حضرتك ايه هو الإسلاموفوبيا. تمام. الإسلاموفوبيا لما نيجي ان يعني نشرح المصطلح، نقول ان الفوبيا عموما هي الخوف المرضي او الخوف المبالغ فيه من الشيء، او الخوف اللي هو بدون سبب منطقي. يعني نيجي نترجم المصطلح، هو الخوف المرضي من الإسلام او الخوف المبالغ فيه من الإسلام واللي هو بدون سبب منطقي. يعني ده بمعنى بسيط للساده المشاهدين، يعني خوف يدفع الاخر اللي هو بيتعامل مع المسلم لان هو يخاف منه بطريقه مبالغ فيها، بطريقه بدون سبب منطقي، بطريقه مرضيه في النهايه ممكن تعمل مشاكل وتثير مشاكل ما بينه وبين المسلم لمجرد انه مسلم. لمجرد يعني المسلم. يعني لو عايزين نوضح، نقول مثلا مروه الشربيني اللي قتلت في برلين، او مثلا المسجد اللي هوجم في ايرلندا من قبل واحد متطرف، او ان حد يطلع اتوبيس يلاقي حد واحده محجبه بالظبط، او استهداف دور العباده المختلفه اللي موجوده في اوروبا وفي الغرب بصفه عامه. كل دي دور العباده الاسلاميه، بما انها الاسلاموفوبيا دور العباده اللي هي دور العباده الاسلاميه يعني. كل دي طبعا يعني مظاهر من مظاهر الاسلاموفوبيا، اللي هو الاعتداء على المسلم بشخصه او باللفظ، او الاعتداء على دور العباده. طبعا ان دور العباده مقدسه بالنسبه للمسلم وبالنسبه لاي يعني منتمي لاي دين، دور العباده عنده هي حاجه مقدسه. فلما يتم الاعتداء على دور العباده بالنسبه للمسلم، فانت برضه ده بشكل او باخر تم الاعتداء عليه، او تم الاعتداء على هويته الثقافيه او هويته الدينيه. شايف ازاي ان الامم المتحده بتهتم بيوم زي ده؟ يعني ممكن واحد من بره يعني يبقى شايف ان بشكل عام الغرب ضد قصه ان يعني كل مظهر يعني بالشكل ده، وفي في نفس الوقت ناس، او في يعني عندنا حكومات وعندنا شعوب، احنا بالزبط. دايما بنشوف الحاجتين يعني بالظبط. الموقف الرسمي للحكومات الغربيه بشكل عام هو موقف ايجابي جدا وبناء جدا. يعني دايما الدساتير والقوانين الغربيه هي بتنص على احترام الاخر، وتنص على اندماج هذا الاخر في المجتمعات، هذا الاندماج الايجابي، لانه في النهايه هو بيساعد الدوله على تحقيق التنميه المستدامه الخاصه بالدوله دي. وعكس كده هو طبعا ده بيثير مشاكل ويعني صعوبات بالنسبه للدوله، بالنسبه لاقتصاد الدوله، بالنسبه لامن الدوله وسلامه الدوله. وده اللي فطنت اليه الجمعيه العامه للامم المتحده مؤخرا، وان هي اختارت يوم 15 مارس او خصصته كيوم دولي لمناهضه الاسلاموفوبيا. طبعا الجمعيه العامه للامم المتحده ممثله في الدول المختلفه، يعني هي في النهايه فطنت الى ان الجاليات المسلمه
هي في النهاية أصبحت جاليات لها ثقل حتى في الدول الغربية، فيها رموز وبيقدموا إسهامات بالضبط، وأن وجود مشاكل لهذه الجاليات في الغرب وفي النهاية يعني بيدفع فاتورة ده الدولة اللي موجودة فيها الجالية المسلمة. يعني وفي النهاية الجالية المسلمة هي في النهاية بتدفع وتساهم في اقتصاد هذه الدولة وفي أمن هذه الدولة، وبالتالي في أن وجود أي مشاكل للجالية ديت في هذه الدولة وفي النهاية هو عائق وربما يثير بعض المشاكل الاقتصادية والأمنية لهذه الدولة. ففي النهاية الجمعية العامة للأمم المتحدة أخذت على عاتقها تجريم كل مظاهر التعدي على الآخر وبما فيهم الآخر المسلم، وبالتالي هي جرمت كل مظاهر الإسلاموفوبيا ودعت بشكل صريح وعلني إلى يعني إعطاء الحرية الدينية لكل الجاليات الموجودة فيهم الجاليات المسلمة في الغرب إن هي تمارس يعني شعائرها الدينية بحرية تامة. كذلك أيضا في إعلان الوثيقة أن أو إعلان الأمم المتحدة هي جرمت كل ما من شأنه التعدي على الآخر سواء كان مسلم أو غير مسلم، وبالتالي فيها جرمت كل مظاهر الإسلاموفوبيا. وبالمناسبة هي اختارت يوم 15 مارس لأن اليوم ده هو اليوم اللي تم فيه الهجوم على المسلمين في نيوزيلندا، واللي راح ضحيته حوالي واحد بالظبط اللي راح ضحيته حوالي 51 قتيل وأكثر من 40 مصاب، واتخذ هذا اليوم كيوم دولي لمناهضة وتجريم كل مظاهر الإسلاموفوبيا. أكيد الأزهر الشريف يعني لا يدخل وسعا في أنه هو يحاول ينشر الإسلام وسماحة الإسلام، بأي لغة وبأي شكل نجح الأزهر الشريف في الفترة اللي فاتت أنه هو يقدر يوصل فكرة الإسلام ووسطيته ولطفه؟ يعني من نيجي نبص على جهود الأزهر وجهود مرسى الأزهر لمكافحة التطرف في مناهضة الإسلاموفوبيا ورصد مظاهر الإسلاموفوبيا في الدول المختلفة، احنا عندنا في مرسى الأزهر لمكافحة التطرف حوالي 13 وحدة بلغات أجنبية مختلفة، كل وحدة بترصد كل مظاهر الإسلاموفوبيا في سياق الدولة المعنية. يعني عندنا في المرسى 13 وحدة، كل وحدة بترصد هذه المظاهر في سياق الدولة بتاعتها أو في سياق مجموعة الدول بتاعتها، وهي بالتالي تحلل الظاهرة وترد وتشيد بالتصريحات الإيجابية البناءة اللي بتصدر عن المسؤولين الرسميين الحكوميين، وأيضا على الجانب الآخر هي تندد بما يثير دائما اليمين المتطرف في الغرب من تعزيز مظاهر الإسلاموفوبيا والهجوم على الجاليات المسلمة في الغرب. ده من جهة. من جهة تانية لا ننسى طبعا جهود الأزهر ممثلة في جهود فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وإبرام وثيقة الأخوة الإنسانية مع قداسة بابا الفاتيكان في برعاية كريمة جدا من دولة الإمارات العربية الشقيقة وتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية في 4 فبراير 2019. بنود هذه الوثيقة مهمة جدا إن هي يعني تقف في وجه مد وتزايد مظاهر الإسلاموفوبيا. يعني بنود هذه الوثيقة يعني تنادي بالحوار دائما مع الآخر المختلف معه في العقيدة، احترام الآخر في ثقافته ومعتقده، مطالبة الدول والمؤسسات المختلفة المؤسسات المعنية الدولية بتجريم ووضع حد لمظاهر التعدي على الآخر أيا كان هذا الآخر مسلم أو غير مسلم. وفي النهاية يعني وهذا يتماشى مع الدساتير الغربية والقوانين الغربية، لأن في النهاية الدساتير الغربية بتدعو وتكفل حرية المعتقد. صحيح. أنا ما يهمنيش الاحتفال هنا في الدول العربية والإسلامية، أنا يهمني الاحتفال بره في أوروبا وفي أمريكا. تمام. كيف يتم الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة ظاهرة الإسلاموفوبيا في الولايات المتحدة الأمريكية، في العالم الغربي، في العواصم الأوروبية، لا سيما العواصم اللي شهدت بالفعل حالات عنف غير مبرر ضد المسلمين؟ تمام. طبعا الدول دي تحتفل بمثل هذا اليوم بانها تعيد تسليط الضوء على ما قامت به من جهود رسميه من جهود حكوميه. يعني عندنا مثلا في كندا دائما يتم تسليط الضوء على ما قام به البرلمان الكندي على سبيل المثال، انه مثلا في عمل تشريعات طبعا يعني لا ننسى ابدا ان في يوم 26/10/2016 مثلا قام البرلمان الكندي بالتصويت بالاجماع على تجريم كل مظاهر الإسلاموفوبيا على سبيل المثال. على سبيل المثال برضو المتحدث الرسمي باسم الحكومة في كندا مثلا ألغى مصطلح الدولة الإسلامية عند الإشارة إلى داعش، وقال أن داعش لا تمت للإسلام وكل ما هو إسلامي بصلة. يعني هذه تصريحات في كندا
مثلا في كندا عندنا مثلا على سبيل المثال في سويسرا مثلا المحكمه في الفيدراليه السويسريه مثلا اقرت تشريع انه يجوز للطالبات في المدرسه ارتداء الحجاب بعد ما كان بينادى او ينادي اليمين المتطرف في سويسرا على سبيل المثال بحظر كل ما هو اسلامي، وده برضه من مظاهر الاسلاموفوبيا يعني. صحيح. طبعا دي من مظاهر الاسلاموفوبيا ولا دي من مظاهر التطرف؟ يعني احنا دايما بنقول ان جميع الدساتير بتحاول انها ترتقي وانها تنص على احترام الاخر ايا كان الاخر. الاخر ده بقى ايا كانت ديانته، فليه يمنعوا طقس ديني من انه البنات انها ترتدي زي الاسلام؟ تمام. وهو في النهايه هو الاسلاموفوبيا هو له اشكال كثيره جدا، ومن ضمن اشكاله التمييز ضد المسلم، يعني التمييز ضد شخصه في عمل، التمييز ضد شخصه في انه ما يمارس الشعيره بتاعته بحريه تامه، التمييز ضده يعني ايضا من خلال مظهره. احنا لما نيجي نقرا ونشوف مثلا قراءه في التمييز ضد المسلمين هنجد في اوروبا مثلا على سبيل المثال ان حوالي 39% من النساء بيتم التمييز ضدهم بسبب الحجاب، 40% من الرجال بيتم التمييز ضدهم بسبب المظهر الخارجي، 53% من المسلمين الموجودين في اوروبا بيتم التمييز ضدهم بسبب الاسم. في النهايه طبعا الزي الاسلامي. دي احصائيات منين ولا ده احصائيات رسميه بتنشرها مصادر الاحصاء المعتمده في اوروبا زي استات مثلا على سبيل المثال في ايطاليا، زي ديو. ايه استات دي؟ ده مركز الاحصاء الوطني الرسمي الموجود في ايطاليا. بيقول مثلا ان في ايطاليا يعني دي دراسه رسميه ايطاليه بتؤكد هذا الامر. دراسه رسميه ايطاليه تبع المعهد الوطني للاحصاء في ايطاليا، ويقول مثلا على سبيل المثال ان تلتين الشعب اللي طلع على سبيل المثال، وده ارتفاع وتيره الاسلاموفوبيا وتاثير اليمين المتطرف. في النهايه اليمين المتطرف قدر ان هو يخلق حاله من الجدل ضد كل ما هو ديني وضد ما هو او ضد المهاجرين عموما والمهاجرين المسلمين خصوصا. اكيد. طيب استخدام هذه البيانات واستخدام هذه الاحصاءات في تصحيح المفهوم بقى، ان احنا نقول ان احنا بنتعرض لنوع من انواع الظلم او ده بيساعد اكتر في توصيل الفكره، ده بيساعد اكتر في نشر الثقافة اللي الأزهر الشريف بيحاول ينشرها؟ فيما يتعلق بنشر ثقافة الأزهر الشريف، طبعا احنا لا ندخر جهد في الأزهر وفي مرصد الأزهر بإبراز القيم الإسلام المعتدلة ونشر هذه القيم في المراكز الإسلامية الموجودة بالخارج والتواصل مع المؤسسات المعنية، المؤسسات ذات الصلة، بتقديم صورة حقيقية اللي هي الصورة الإيجابية عن الإسلام في النهاية وعن الجاليات المسلمة. بننشر هذه التصحيحات باللغات المختلفة، عندنا 13 لغة مختلفة بننشر بها مثل هذه البيانات يعني التعليم المعتدل عن الدين الإسلامي والتصريحات البناءة والإيجابية اللي بتصدر عن المؤسسات المعنية ذات الصلة. هذا بالإضافة أن احنا في مرصد الأزهر لمكافحة التطرف شكلنا لجنة مؤخرا للتواصل مع الجاليات المسلمة الموجودة هناك، ايه هي الإشكاليات اللي بتواجههم علشان احنا نقدر نساعدهم ونقدر نعمل ردود عليها، ردود علمية شرعية محترمة. صحيح. وننشرها بهذه بلغات هذه الجاليات الموجودة يعني. صحيح. طيب بالرجوع الى البيانات والإحصاءات اللي حضرتك اتكلمت عنها، ما هي اكثر العواصم اللي ممكن تقول ان هي بتمثل خطر على المسلمين المقيمين، وما هي اقلها في اوروبا والعالم الغربي بشكل عام؟ تمام. لما نيجي نبص لخريطه الغرب بصفه عامه ونتكلم مثلا عن يعني اكثر الدول تحديدا في اللي بتواجه فيها الجاليات المسلمه بعض الاشكاليات والتحديات، هنجد الدول اللي هي المطله في جنوب وجنوب شرق اوروبا. لماذا؟ يعني ليه الدول دي تحديدا؟ فزرت الهجره غير الشرعيه. بالظبط كده. بالظبط. الهجره غير الشرعيه واستغلال اليمين المتطرف وصعوده لتخزيه الروح ضد المسلمين والمهاجرين. بالظبط. ان هو في النهايه ده منطقي على فكره. بالظبط. ده طبعا هيكون منطقي لان لما نيجي نبص ونشوف اليمين المتطرف دايما بيستغل ويصدر
هذه الـ 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 يعني الادعاءات الباطله. يعني دايما انت بتكلمني عن ايطاليا، بتكلمني بكلم حضرتك عن ايطاليا، عن اسبانيا، عن اليونان، عن الدول مالطا، كل عن الدول المطله تحديدا في الجنوب الاوروبي وجنوب شرق اوروبا، لان هي دي الدول اللي بتتنامى فيها ظاهره الهجرات غير الشرعيه. اليمين المتطرف بيستغل الهجره غير الشرعيه للتخويف من الجاليات الاجانب بصفه عامه والمسلمين بصفه خاصه، ودايما بيدعي ان المسلمين يعني او المهاجرين عموما هو في النهايه اقتصاديا عايز يوقع البلد، وعاوز ان هو يعمل مشاكل اقتصاديه ومشاكل في الهويه. ان هو بيقول ان المهاجرين عموما غيروا الديموغرافيا خالص. بالظبط، ان هو بيقول في 2050 على سبيل المثال هتبقى الغلبه او الغلبه العدديه، العدد هيبقى المسلمين اكبر. طبعا ده ادعاءات باطله يعني مش مظبوطه تماما، يعني سواء ادعاءات اقتصاديه او ادعاءات في الديموغرافيا كل ده باطل، يعني ادعاءات باطله ولا تمت الواقع بصله. يعني اقول لحضرتك على سبيل المثال، مثلا في ايطاليا مصلحه الضرائب الرسميه، طبعا في ايطاليا كانوا بيقولوا ان المهاجرين يعني ساعدوا في خلق مشاكل اقتصاديه في البلد. تمام، وده كلام طبعا عارف من الصح، واللي قال كده طبعا مصلحه او هيئه رسميه ايطاليه قالت ان المهاجرين صحيح هم بيكلفوني في اوجه رعايه وانفاق مثلا ب 9 مليار يورو في السنه، لكن هو بيدخل لي للخزانه العامه 19 مليار يورو في السنه، يبقى هو بيساهم في ان هو يدخل للخزانه العامه صافي مثلا 10 مليار يورو. فطبعا الكلام عن ادعاءات اقتصاديه او مشاكل اقتصاديه بيخلقها المهاجرين دي طبعا ادعاءات باطله. كذلك ايضا ادعاءات عن ان هم هيغيروا في ديموغرافيا البلد، ده برضو ادعاء باطل. احنا بنتكلم في اوروبا دلوقتي مثلا على سبيل المثال ان نسبه المسلمين مقارنه باجمالي عدد السكان هي بتتراوح من 6 ل 6.5% على اقصى تقدير. فهم بيقولوا طيب لو زادت هذه الهجرات هيكون المسلمين في 2050 مثلا هم اللي لهم العدد الاكبر، وده طبعا ادعاء يعني ملوش اي اساس من الصحه. لما نيجي نبص حضرتك لمستقبل الهجرات او حالات الهجره هنلاقيها في ثلاث، يعني هي تاخد ثلاث مسارات: هجره منخفضه العدد، هجره متوسطه العدد، هجره كثيفه العدد. هجره منخفضه العدد بتقول ان المسلمين هيوصل اعدادهم او نسبتهم الاجماليه مقارنه بعدد السكان في 2050 7.4%. طب هجره متوسطه المسلمين هيوصلوا ل 11.2%. طب هجره كثيفه العدد المسلمين هيوصلوا ل 14%. يعني على اقصى تقدير يعني اللي هي الهجرات كثيفه العدد المسلمين هيوصلوا ل 14% من اجمالي عدد السكان الموجودين في اوروبا. اذا الادعاء ان الهجرات هتغير ديموغرافيا البلد او ديموغرافيا المكان وهيكون هم لهم العدد الاكبر، هذا ايضا ادعاء ليس له اساس من الصحه. اذا البطل هو المعلومه والارقام. بالزبط. لو استخدمنا الارقام الموثقه بالزبط. اعتقد ان لان لغه الارقام لا تكذب ابدا. صحيح، ملهاش وجهات نظر، هي اللي هو الرقم هو له دلالة واحدة فقط لغاية. أكيد، كل الشكر لحضرتك الدكتور أحمد العطار الباحث بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، نورتنا. أهلا وسهلا. شكرا يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيبين ومصرنا الكريمة بكل خير. شكرا جزيلا. الكرام، خلينا نروح لفصل سريع ونرجع نكمل فقرتنا معكم في صباح الخير يا مصر. ونبدأ نشرتنا الرياضية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اللي أعلن في بيان رسمي نظام منافسات كأس العالم للأندية الجديد، واللي هيبدأ من نسخة 2025 وهيشارك فيه 32 فريق. وأكد الفيفا على أن نظام التأهل لكأس العالم للأندية هيكون بالنسبة للقارات اللي ليها أكثر من 4 مقاعد زي أوروبا وأمريكا الجنوبية، هيصعد منها بطل دوري الأبطال في النسخ الأربعة من 2021 ولحد 2024، وده بجانب فرق إضافية هيتم تحديدها من خلال تصنيف النادي في الفترة نفسها. أما القارات اللي هيتأهل منها 4 فرق زي أفريقيا وأسيا هيصعد بطل دوري الأبطال في النسخ الأربعة من 2021 ولحد 2024، وده يعني مشاركة الأهلي بصفته حامل اللقب في 2021.
الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر رسميا تعديل نظام كأس العالم في 2026 ليقام من 12 مجموعة بتتكون كل مجموعة من 4 منتخبات، وبكده هيكون عدد الدول المشاركة 48 منتخب بدل 32 منتخب. وبحسب النظام الجديد هيتأهل أول وتاني كل مجموعة، بالإضافة لأفضل 8 منتخبات هتحتل المركز الثالث في مجموعتها لدور ال 32، وهيكون موعد المباراة النهائية يوم 19 يوليو 2026. الجهاز الفني لفريق نادي الزمالك أعلن عن قائمة الفريق اللي هتلعب مباراة شباب بلوز داد الجزائري يوم الجمعة اللي جاية في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وشهدت القائمة غياب شيكابالا بسبب معاناته من نزلة برد، وعبد الشافي وعمر جابر بسبب الإصابة، لكن ناصر منسي وشبانة هيشاركوا في المباراة، وده بعد غيابهم عن مباراة أنبي الأخيرة في الدوري. محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي اجتاز الاختبار الطبي اللي خضع له في تدريبات الفريق، وبكده تم تأكيد جاهزيته لمباراة القطن الكاميروني. وخضع عبد المنعم لبرنامج علاجي مكثف بسبب شكوته من آلام في العضلة الضمة بعد مباراة سان داونز اللي جمعت الفريقين في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا. رمضان صبحي جناح فريق بيراميدز رجع لقائمة الفريق في مواجهة الجيش الملكي المغربي، واللي هتتلعب يوم الحد اللي جاي على ملعب الأمير مولاي عبد الله في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات الكونفدرالية الإفريقية. وأصبح اللاعب جاهز من الناحية الطبية والفنية للدخول في قائمة الفريق. دكتور كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث كشف عن توقعاته للموسم الحالي، واللي بيعتبر بداية الطريق نحو التأهل لأولمبياد باريس 2024. شورمان كمان اتكلم عن مراسم ختام كأس العالم في القاهرة واللي أقيمت خلال الفترة من 7 ولحد 12 مارس، وقال مصر تبهر الجميع دائما بجودة التنظيم، وأنه طلب إقامة هذه النسخة من كأس العالم في القاهرة نظرا للنجاح الباهر اللي شهدته بطولة العام الماضي، لأن جميع التسهيلات بتكون متواجدة، وده بيساعد كل اللعيبة واللاعبات في تقديم أفضل ما عندهم. من ناحية تانية، كشف المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي عن نجاح تنظيم بطولة كأس العالم الخماسي الحديث، وقال العريان الميداليات اللي حصلت عليها مصر في كأس العالم الخماسي مبشرة قبل أولمبياد باريس، البطولة كانت أكتر من رائعة، وعلى مستوى التنظيم والملاعب مفيش أي شكوى من أي دولة من الـ 35 دولة اللي شاركت في البطولة. منتخب مصر للسيدات تحت سن 20 سنة لكرة القدم حقق فوز كبير على منتخب تونس بنتيجة 3-1 في افتتاح بطولة شمال أفريقيا، واللي بتتلعب في تونس خلال الفترة من 14 مارس ولحد 18 من الشهر بمشاركة مصر وتونس والجزائر. سجل ثلاثية منتخبنا نادية رمضان وحلا مصطفى وليلى سيف. وفاز نادي مانشستر سيتي على لايبزيج الألماني بنتيجة 7-0 خلال فعاليات المباراة اللي اتلعبت على ملعب الاتحاد ضمن منافسات لقاء العودة من دور 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وتأهل نادي مانشستر سيتي بالنتيجة دي للدور ربع النهائي من بطولة دوري الأبطال بعد ما انتهت مباراتين الفريقين بمجموع 7-1 ذهابا وإيابا. فريق انتر ميلان تعادل مع بورتو البرتغالي في المباراة اللي جمعت الفريقتين في مباراة العودة من دور 16 في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وتأهل انتر ميلان لدور 16 من البطولة بعد ما احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة بعد بايرن ميونخ الألماني. مشاهدينا، خلصت نشرتنا الرياضية، ونرجع مرة تانية لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع منى ومصطفى. شكرا لك يا لميا. احنا لسه بنكمل كلامنا في الرياضة، وهنكمل كلامنا اكتر عن الاحداث اللي بتحصل امبارح الرياضيه، وكمان الاحداث اللي هتحصل النهارده معانا. خلينا نكمل حديث ونشوف المباريات اللي موجوده معانا في دوري ابطال اوروبا، سواء بقى المباراتين اللي اتلعبوا امبارح السيتي مع لايبزيج ولا انتر مع بورتو. شفنا امبارح مباراتين مختلفتين بنتائج كانت غريبه جدا ومفاجاه جدا. حقيقي جدا. كمان هيكون لنا حديث عن مواجهه النهارده اللي هتكون محط أنظار الجميع، مباراة ليفربول ضد ريال مدريد. هل في فرصة وأمل لفريق نجمنا محمد صلاح في تحقيق المعجزة والتأهل من ملعب سانتياغو برنابيو، ولا الكلام ده صعب؟ كمان هيكون لنا أيضا كلام عن كأس العالم للأندية بنظامه الجديد،
فرص الأندية المصرية في المنافسات الإفريقية. في إطار هذا الأمر خلينا نرحب بضيفنا الأستاذ محمد عباس الناقد الرياضي اللي منور النهاردة في استوديو صباح الخير. مساء الخير بيك أستاذ محمد. صباح الخير مصطفى. صباح الخير. صباح النور يا محمد عليك. دلوقتي خلينا نبتدي كده محليا وبعدين نشوف حظوظنا أهلي وزمالك هنعمل إيه اللي ممكن يحصل في دوري أبطال أفريقيا الفترة الجاية. يمكن الزمالك كالعادة بيزنق نفسه وكالعادة لعبته مش مديه فرصة أنه هو يتنفس في الفترة الأخيرة. مش عارفة إيه اللي بيحصل. الأهلي وبعد النتيجة اللي هو عملها ما هوش موفق قوي وبقت نتيجته في أقدام الآخرين. مستنين نشوف النتيجة اللي هتحصل. الهلال وسانداونز هيعملوا إيه وبعدها احنا نفوز في إيه علشان نوصل للنتائج. ايه المره دي ما عاملين كده ليه؟ نتائجنا مش معانا ليه؟ الفريقين هم اللي حطوا نفسهم في كده. يعني خلينا متفقين ان الفريقين كان عندهم يحطوا نفسهم في حته احسن والموضوع ما كانش صعب قوي كده في الاول وبعدين هم اللي حطوا نفسهم في كده. فرصه الزمالك شويه احسن ان انت فرصه في رجليكي مش مستنيه حاجه من حد. بس حاله الزمالك تقلق الجماهير بتاعته في نفس القلق بتاع جمهور الاهلي. انت مستني حد تاني وجمهور الزمالك مستني لعيبتي تعمل معجزه ترجع تاني. في الاهلي مستني حاجتين لازم تكسب مستني ومستني حاجه. انا لازم اكسب يخسر. منطقي ان الاهلي هيكسب. الاهلي الكاميروني الستة بونت بتوعه لاي حد في المجموعه بيتروح عادي. واخر ماتش هيكون هنا الضغط بتاع جميل الاهلي وعمل عبي ولازم اكسب سواء الزمالك قدام المريخ او الاهلي قدام الهلال هم اللي عارف. تمام. المشكله كلها في الماتش الجاي. يعني احنا يوم الجمعه والسبت الجاي نخلص الموضوع يعني او يوم الجمعه الجاي يعني. الزمالك يكسب بلوزداد يخش الموضوع خلاص يعني هيبقى قريب جدا. الاهلي مستني يكسب او يتعادل. يتعادل دي حسب نتيجه الماتش اللي هيكون قبليه بكام ساعه. الترجي والمريخ. لو المريخ عطل الترجي هيخلي الترجي محتاج اخر ماتش ياخد بوينتس من بلوزداد فهيكون الموضوع برده لطيف بالنسبه لنا يتعادل. انما لو الترجي من عندنا على الاقل متنافسين. الترجي كسب المريخ لا خلاص هو متنافس واحد والموضوع هيبقى خلص. ويعني الترجي اقرب انه يخلص قدام المريخ هو رايح نفسه. الزمالك هيكون ماتش صعب قوي بلوزداد. ماتش صعب جدا عشان حاله الفريق. طب. ثقه غايبه اللعيبه كلها مش فايقه. موضوع صعب جدا. الاهلي موضوع بالنسبه ما اعرفش شايفه الموضوع ممكن يكون اسهل شويه رغم ان الهزيمه كانت قويه جدا. يعني على الورق العكس. الورق صعب ومستني حاجه من حد وكل حاجه بس سان داونز مش الفريق اللي عنده ثقافه حتى ان هو يريح لعيبته او يلعب لعبه مش لعبه. لا ما بيلعبش لعبه تجاري اصلا. سان داونز فريق بينزل ينبسط وبيلعب كوره طول يعني طول الفتره اللي فاتت شايفينه كده. حتى هو ما بياخدش الشامبيونز هو بيبقى دايما بيستمتع. فهينزل يستمتع قدام الجمهور. هو فريق ممتع بصراحه يعني بعيدا ان هو نتائجه مع الفرق المصريه مش احسن حاجه لينا يعني بس هو فريق ممتع جدا. فهينزل يلعب كوره قدام الهلال. ما اعتقدش الهلال سهل يطلع بالمكسب رغم ان الهلال حالته كويسه جدا دلوقتي حتى في كاس اول ماتش ليه في البطوله العربيه برضه عمل ماتش كبير كسب ثلاثه. بس سان داونز فريق صعب. الهلال لو عملها لا هيبقى خلاص يعني يستاهل. الموضوع صعب. هو يعني لو قدرت تكسب سان داونز انت فريق قوي يعني تستاهل يا معلم خلاص مبروك وكمل بقى جون. انما الزمالك الموضوع قدام بلوزداد هو ماتش وفي رجلي انا مش مستني حاجه من حد وكل حاجه بس الزمالك الحاله صعبه جدا. فكره مش كوره مش احنا ما بنتكلمش هنا تاكتكس وفنيات لا لا خالص. هي الموضوع 50% اصلا نفسي. ثقه اللعيبه مش واخده الثقه دي. حتى الثقه اللي هم جابوها بينهم من جمهورهم في ماتش ترجي بيرجعوا تاني يخسروها لما بيخسروا من انبي فالموضوع بيبقى اصعب تاني. محتاج اليويو ثقافه اليويو اللي موجوده انت مش واقف على رجلك خالص وحطيت كل الموسم دي بتبقى مشكله كبيره قوي. انت حطيت الموسم كله في ماتش واحد كل اللي فات واللي جاي وكل حاجه اي عن الماتش ده. يوم الجمعه لعيبه الزمالك بتلعب على السيزون تلعب رهان على السيزون كله. كسبت الجمهور معاك بقى وهيسامحك على حاجه. ده جامد قوي لوحده. يعني هو بص انت تلعب سيزون كله على ماتش دي صعب قوي. صعب صعب جدا. انت حتى الحمل على اللعيبه نفسها مش هتدي اللي عندك كله. طب مش كل الناس عندها الشخصيه ان انا باين في ماتش ده. طيب ازاي تابعت تاهل مانشستر سيتي على حساب بنفيكا؟ مانشستر سيتي على لايبزيج. مانشستر سيتي امبارح حفله 7-0 حفله. راجل هالاند ده اسرع واحد يوصل ل 30 و33 جون في اخر ماتش. يعني اكتشفنا الاول عملنا حفله ان هالاند وصل ل 30 جون في 25 ماتش سريعه جدا مش عارف ايه. اكتشفنا بعد الماتش ان هو وصل ل 33 جون يعني الموضوع سهل قوي. الدقيقه 53 او 54 هالاند جاب 5 اجوان فالموضوع سهل جدا. امبارح في حاجات على فكره الناس ما خدتش بالها منها. يمكن احنا الناس اللي بتتكلم في الكوره شويه هيكونوا شافوها امبارح ان مثلا الحكم في اول الماتش الموضوع كان صعب شويه من الحكم. ضربه جزاء يعني مجانيه شويه للسيتي وبعدين في طرد غريب جدا لإيدرسون الجول بتاع السيتي. بس الحاجات دي ما تخليكش تغلب 7 ودي شخصيه فريق كبير. ده ياخدنا للماتشات الثانيه حتى لو قست على الموضوع ده. شخصيه الفريق كبير. الحكم ممكن ما يجيش معاك في قرار ممكن ما تمشيش معاك في واحده تيجي في العارضه.
انا لو كبير هكمل بنفس اللي بعمله، انما امبارح قرار او اتنين لمصلحه السيتي لايبزيج اتهز خلاص خلاص بقى خلاص، والتانيين ما ينفعش تهز قدامهم دقيقه. يعني السيتي ده لو غلطت دي خمس الخمس تجوان لو تاخد لو حد واخد باله ان هالاند ما فيش اسيست مباشر ليه بعيد عن ضربه الجزاء، الاربع تجوان التانيين ما فيش كوره انا بديها لهالاند قدام الجون يجيبها، لا هو راجل واقف في مكان صح ومستنيك تغلط اغلط بقى اغلط جدع اغلط، هو هيجيب جون واثنين ثلاثة واربعة وعادي جدا، هو دايما يعني دايما جاهز. والسيتي بفريق لو زهقت قدامه دقيقة هتغلط مرتين ثلاثة في الدقيقة دي وهيعاقبك بجون واثنين في الدقيقة دي. هو بيلعب هو هيفضل يباس طبعا اسلوب جوارديولا يعني الشهير حتى مع برشلونة، هو هيفضل عندك ومقدم الملعب 30 متر من ورا ورايح عليك وباص وشوطة وباص وشوطة وعرضيات هيفضل معاك، انت هتزهق هتيجي في وقت لعيبتك هتفقد التركيز 1% هتسيب مربع فاضي ثانيه خلاص هو ده الوقت. ودي منطقه هالاند ودي منطقه هالاند اللي كان بيلعب عليها، هو واقف دايما في مكان الصح ومستني بقى في طبعا اسطوات وراء يعني يعني الناس امبارح طبعا هالاند خد الكبيز يعني هالاند واحد جاب خمس تجوان في الشامبيونز ليج ما لازم يعني يعني حتى الصحف الانجليزيه يعني بتتكلم عنه النهارده موضوع يعني مش عارف ما بيتكلموش على السيتي هو بيتكلموا على هالاند، ولكن مباراه واحده نط تنطيطه رهيبه عدى صلاح عدى امبابي بقى يعني هداف البطوله 10 جوان اسمع لعيبه بس 30 جون اكتر واحد جاب جوان السنه دي في اوروبا كلها، بس هو كسر كل الارقام يعني كلامنا على الارقام صغير قوي صغير جدا وما لحقش لسه لعب كتير، والسيزون ده اصلا نفسه يعني هو في سيزون واحد بس كسر ارقام كتير قوي نفس اللي عمله ابننا محمد صلاح في الوان وندر سيزون قال عليه في الاول انه في سيزون واحد بتكسر كل حاجه، بس هالاند كسر بزياده شويه بس هو عشان معاه ناس جامده قوي يعني امبارح واحد من اهم اللعيبه في ماتش مش هالاند بس الناس طبعا مش هتشوف غير هالاند يعني بس كيفن دي براون امبارح مرعب، الراجل ده كل هجمه للسيتي هو ده السبب فيه كيفن دي براون ده مرعب، بس طبعا الناس بتبص على اللي جاب الخمس اجوان يعني، فالسيتي امبارح قال انا جاي يعني المره دي انا منافس بجد بقى، ودي تفرق كتير قوي لان كل السنين اللي فاتت السيتي كان تحس ان في حاجه غلط السيزون ده في الشامبيونز، لا هو يعني امبارح ده ماتش مناسب جدا يقول انا قوي بالذات ان هو كان قدام لايبزيج اصلا صحيح لايبزيج ده فريق قوي يعني مش فريق ده مش فريق ضعيف خالص يعني في الدوري الالماني فريق قوي ولكن خلاص غلطت قدام السيتي يا معلم صحيح هاي. طب ازاي يعني شايف الموسم اللي بيقدمه هالاند مع السيتي؟ هل هو بالفعل ماكينه اهداف لا تتوقف؟ هل هو بالفعل هيقدر يحقق اللي هو عايزه في الموسم؟ في اراء لما بتقولها الناس يعني ما بتهاجمك جدا او في اراء لما بتكون مقتنع بيها الناس بتبص لك باستغراب شويه، انا مش شايف ان هالاند احسن مهاجم مثلا جه في تاريخ او هو احسن سترايكر دلوقتي ايفن في الحاله اللي هو فيها دي، هو مش احسن مهاجم دلوقتي وانا بميل اكتر مثلا لكريم بنزيما مثلا، بس هالاند راجل جاهز جدا جاهز بشكل آلي جدا مش بشكل ادمي يعني هو 100% جاهز بدنيا جاهز وفي الملعب مركز 100% ال 90 دقيقه هو دايما موجود، الفكره دي اصلا فكره غير ادم الفكره اللي كان بيعملها كريستيانو وميسي مع برشلونه وريال مدريد، ازاي لعيب كل السنين دي كل دقيقه في الملعب هو واقف على رجله ومركز، هو مش مشكله يكون هو عنده الحاجه الاعلى من الباقيين بس هو ازاي هو بيعمل نفس الحاجه طول الوقت بيستخدم مهاراته طول الوقت، هو ما فيش دقيقه بيسرح، هالاند عنده دي هو مش ادمي يعني موضوع ازاي 90 دقيقه انت موجود في الملعب بدنيا انت اقوى من منافسينك طبعا طوله مديله طبعا جدا وعنده امكانيات بس هو كمان مركز 90 دقيقه 100% تركيز كل الماتشات، ده شيء ما بيحصلش كتير في الكوره ايفن امبابي نفسه يعني لو كان عن كيليان امبابي نفسه في اوقات امبابي لعيب كوره بيزهق مثلا ما تعجبوش الكوره دي يفقد التركيز شويه عايز يرقص مثلا واحده مثلا هالاند لكن هالاند فارق بالتركيز فارق بالفوقان 100% اللي موجود هو راجل عارف جد 90 دقيقه 100% تركيز كل الماتشات ما في عندوش ماتش سهل امبارح الماتش ممكن يكون سهل بعد اربعه مثلا هو مركز في الجون الخامس هو واقف صح مستنيها ترد هنا يعني دي مش كل المهاجمين او بتتكرر قليل قوي في تاريخ كوره اصلا. طيب جوارديولا عنده سياسه كده تدوير انه بياخد اللعيبه ويبتدي يتصرف بطريقته، امبارح قلنا هنشوف رياض محرز ما لقيناهوش فين؟ ماذا حدث؟ جوارديولا بص في اثنين لعيبه دايما عند جوارديولا او ثلاثه لعيبه في كل سيزون هم دول اللي بيلعبوا من ايام برشلونه بعد كده راح بايرن ميونخ بعد كده في السيتي هو دايما عنده لعيب او اثنين ثلاثه بالكثير قوي هم دول اللي ضامنين اماكنهم الباقي كله لا غير حارس المرمى في السيتي هو كيفن دي بروني هالاند عشان الحاله بتاعت هالاند بتكبره وكان ممكن يغيره بالفاريز على بس يعني هالاند بيكبره ولا كده انما دي بروني وجاب جون برضو دي بروني ده لعيب شايف هو بيعمل ايه لعيب كبير قوي هو جوارديولا في الملعب هو مدرب في الملعب دي بروني هالاند والجول كيبر
غير كده. والفترة الأخيرة أحسن لعيب في السيتي الفترات الأخيرة كلها ومش واخد حقه الإعلامي عشان هو راجل على الجانب الدفاعي يعني، أكي المدافع الهولندي بتاعهم ده مان أوف سيزون بعد هالاند يعني في السيتي. التلات لعيبة دول باقيين كلهم محدش ضامن، احنا خلاص حفظنا جوارديولا يعني. برناردو سيلفا ده لعيب هو بيستخدمه في كل حاجة، احنا نبقى قاعدين مستنيين برناردو سيلفا هيبدأ مثلا نتكلم عنه، مفيش برناردو سيلفا. محرز عامل كام ماتش حلوين قوي، محرز يقعد عادي، ده جوارديولا. هو دي خلاص يعني دي الكونسيبت بتاعته، احنا خلاص اتعودنا جوارديولا ده ما بيتفاجئش. بيلعب على مهاراته هو كمدير للمباراه من وجهه نظره. جوارديولا عنده برضه شويه يعني انا اللي انا اللي سايق مش هما اللي سايقين. يعني محرز جامد طب هقعد لكم واوريكم ان انا هكسب يعني. بحس الموضوع يعني هو ناس كتير بتحس كده يعني. فودن مثلا طالع بدا السيزون حلو قوي، لا فودن هيقعد دك شويه بقى. هو نفسه بتهيألي، انا حاسس ان جوارديولا نفسه يعملها مع هالاند يعني، هبدا بالفاز واكسب بس يعني خمس اجوان صعبه. الراجل بيجيب 3 اجوان كل ماتش، جايب 5 يعني، جايب 5 ماتشات اكتر من هاتريك في سيزون واحد، ده رقم هو ما يتصدقش اصلا يعني، انت ما ينفعش تستوعبيه، كتير اجوان كتير. طب هل السيتي هيقدر يكمل في صراع المنافسه مع ارسنال على لقب الدوري الانجليزي؟ هل هيقدر يكمل في المنافسه على دوري الابطال؟ حاجه تريح الارسنال ان السيتي مكمل في الشامبيونز. لو سالت جوارديولا او سالت اي مشجع بيحب السيتي بس مش لازم يكون بيشجع السيتي، هيقول لك اخد الشامبيونز ما اخدش الدوري. هما بياخدوا الدوري زي كل اثنين وخميس يعني السنين اللي فاتت، بس عندهم مشكله مع الشامبيونز وجايبين جوارديولا وصفقات كل سيزون علشان ناخد الشامبيونز بقى. المشروع ده خلاص ده له التارجت بتاعه، هياخد الشامبيونز ليج. الارسنال ما عندوش حاجه ثانيه، حتى اليوروبا ليج مش مشكله، الدوري يرجع بعد 2004 يعني انت بتحكي في 20 سنه. الارسنال هدفه الدوري، فمصلحه الارسنال الوحيده ان السيتي التركيز كله على الشامبيونز يعني. في لو في ماتشين ورا بعض مهمين في الدوري وفي الشامبيونز، متهيألي هو ممكن يريح هالاند نفسه ويريح لعيبه كتير، انا مركز في الشامبيونز ليج وخلاص، هي هانت بالنسبه له. ماتشين دور الثمانيه قبل النهائي وماتش في النهائي، وهو مرشح في الشامبيونز ليج، هو مرشح الاجهز مش الاول بس الاجهز، لان الاول احنا عارفين الشامبيونز ليج دي بطوله مين يعني، في فريق كده بيعرف ياخد الشامبيونز ليج كل سنه، مرشح الاجهز بعدين. طيب خلينا نعدي بسرعه عشان احنا فاضلين 5 دقائق وعايزين نتكلم عن حاجات كتير قوي. الانتر وبورتو، اللي حصل امبارح، وعشان نلحق بقى انتر دفاعيا. انتر ميلان عمل اللي عمله ميلان الاسبوع اللي فات قدام توتنهام، انتر عمله امبارح تاني مع بورتو، الاجلي فوتبول، كره القدم الدفاعيه الايطاليه الجميله اللي انا بحبها اصلا شخصيا يعني، وقدر يقفل على بورتو. بورتو ما عملش هجمات خطيره غير في اخر الماتش بس، دي الكوره انا جبت جون نمت عليه، الكوره القديمه اللي عارفينها بس. انت كسب بالشخصيه بس، يروح بعيد سواء انت ميلان او ميلان الموضوع صعب. طيب لو رحنا ماتشات النهارده، بدانا بمواجهه ليفربول، ابننا الجميل محمد صلاح، هل في امل يعوض الهزيمه ولا الموضوع صعب نظريا؟ بس صعب. انت بتقدم قلت معجزه، الموضوع صعب جدا، صعب على باسباب كتير قوي يعني، خلينا نقول هم 3 اسباب واضحين جدا. حاله ليفربول هو مش جاهز اصلا، وحاله ريال مدريد فريق ما بيتغلبش على ملعبه سكور، مش ده العادي بتاعه في الشامبيونز ليج. والحاجه الثالثه ان النتيجه دي اصلا ما بيتراجعش منها كل موسم مثلا يعني، صعب قوي النتيجه كبيره على ملعبي. الفرق كبير قوي عشان الناس بتشابه يعني الموضوع، الفرق كبير ما بين ليفربول اللي رجع في النتيجه قدام برشلونه قبل كده، وليفربول اللي هيلعب النهارده مع ريال مدريد. هو ما بيلعبش على الانفيلد اللي هو ملعبه، ليفربول ساعتها ما كانش معاه صلاح بس ساعتها كان في فريق كامل مصدق في ده، دلوقتي مش موجود الفريق ده، في غياب ثقه، نفس اللي قلناه على فكره الزمالك، الفريق نفسه مش مصدق في نفسه، عنده مشاكل. وريال مدريد اجهز قوي، الراجل الخبير اللي بيدرب ريال مدريد ده ما يخليكش ترجع عليه في نتيجه 5-2 يعني، صعبه جدا. انشيلوتي دي بطولته، دي ماتشات النهارده لان الماتش الثاني محسوب. خد وقتنا، احنا ممكن نروح الموجز ونرجع تاني نكمل كلامنا، لان احنا محتاجين نتكلم اكتر عن صلاح بالذات، كمان المباريات دي ازاي بتاثر اصلا هو على تهديفه وترتيبه و يعني في حاجات كتير قوي كده ممكن تكون بتاثر عليه هو شخصيا. لكن خلينا نروح سريعا لموجز الانباء مع لميا ونرجع تاني نستكمل فقرتنا. مشاهدينا الساعه دلوقتي 9 بتوقيت القاهره، موجز لاهم الانباء مع لميا حمدين، اتفضلي يا لميا. شكرا لك منى. 9 صباحا بتوقيت القاهره، 7 بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ترحيب مصر بالمسؤولين والشركات الإيطالية التي تمتلك رصيدا كبيرا في العمل المثمر في مصر. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وفدا إيطاليا رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد التباحث حول عدد من الموضوعات التعاون الثنائي وكذلك تبادل الرؤى بشأن
الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تم التطرق إلى قضية الهجرة غير الشرعية وبحث جهود التعاون في مجال الطاقة. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي إن كبار القادة العسكريين الأوكرانيين يفضلون الدفاع عن القطاع الذي يضم مدينة بخموت في شرق أوكرانيا وإلحاق أكبر قدر من الخسائر بالقوات الروسية. وفي خطابه اليومي قال زيلنسكي إن التركيز الأساسي كان على بخموت، مضيفا أن هناك موقفا واضحا للقيادة بأكملها وهو تعزيز هذا القطاع وإلحاق الهزيمة بالقوات الروسية. وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما قال أنها مزاعم بشأن تورط ناشطين أوكرانيين في تفجيرات خطوط أنابيب الغاز التيار الشمالي بأنها محض هراء. وقال بوتين إن وقوع انفجارا مثل هذا النوع بهذه القوة وعلى هذا العمق يمكن فقط أن يتم من خلال خبراء مدعومين من كل أجهزة الدولة التي تمتلك التقنيات اللازمة لذلك، مضيفا أن الولايات المتحدة من الناحية النظرية لديها مصلحة في مثل هذه الحوادث كتفجيرات التيار الشمالي حتى يتسنى لها تصدير الغاز الطبيعي المسال الخاص بها. دعا السفير الروسي لدى الولايات المتحدة واشنطن لوقف ما وصفه بعمليات التحليق العدائية بعد حادث المسيرة التي أسقطت بالبحر الأسود. من جانبه أيضا أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن واشنطن استدعت السفير الروسي عقب إسقاط مقاتلة روسية طائرة مسيرة عسكرية أمريكية فوق البحر الأسود. وقال برايس أن السفيرة الأمريكية لدى موسكو نقلت رسالة قوية إلى وزارة الخارجية الروسية، كما أطلع المسؤولون الأمريكيون الحلفاء والشركاء على الحادث. خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها للنظام المصرفي الأمريكي من نظرة مستقرة إلى سلبية، مشيرة إلى بيئة التشغيل سريعة التدهور. وأوضحت الوكالة أنها اتخذت هذا القرار في ضوء سقوط 3 بنوك، ما دفع المنظمين للتدخل بخطط لإنقاذ المودعين وغيرهم من المؤسسات التي تأثرت من الأزمة. حض رئيس بنك سيليكون فالي بريدج الذي أنشأته السلطات المصرفية الأمريكية حديثا ونقلت إليه كافة ودائع بنك سيليكون فالي المنهار، حض جميع العملاء على إعادة إيداع الأموال التي سحبوها حتى يتمكن البنك من العمل مجددا. من جانبها أكدت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع أنها ستغطي جميع المودعين في بنك سيليكون فالي حتى بما يتجاوز سقف 250,000 دولار من الوديعة المشمولة بالحماية. يستعد قطاع النقل في فرنسا لتنفيذ تهديداته بالتعبئة لليوم 8 احتجاجا على مشروع تعديل نظام التقاعد في فرنسا وما يؤثر على وسائل النقل وحركة الطيران. وفي المقابل وفي رسالة طمأنة اعتبر وزير النقل أن يوم الإضراب لن يكون يوما أسود في وسائل النقل العام. أحرز هالاند 5 أهداف ليقود مانشستر سيتي للفوز بسباعية نظيفة على ضيفه لايبزيغ في إياب دور 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتأهل لدور 8 بعد فوزه بـ8 أهداف مقابل هدف في نتيجة مباريات الذهاب والعودة. وفي مباراة أخرى تأهل إنتر ميلان الإيطالي لربع النهائي بعد تعادله السلبي مع مضيفه بورتو البرتغالي. وكان لقاء الذهاب في إيطاليا انتهى بتفوق الإنتر بهدف نظيف ليتأهل الفريق بمجموع اللقاءين لربع النهائي. انتهى موجز التاسعة وعودة مرة أخرى لزميلي منا ومصطفى لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا لميا. شكرا يا لميا. مرة تانية بنرحب بضيفنا ناقد الرياضة الأستاذ محمد عباس، والحديث مستمر على مباراة ليفربول. كنا بنتكلم هل
نجمنا محمد صلاح هيقدر يعوض الخسارة ولا ده صعب نظريا؟ بسألك هل ده يعني ممكن يمتد؟ هل أنت معتقد أن شايف مستقبل يورجن كلوب في النادي بشكل عام عامل إزاي؟ المستقبل اتهز جدا. يورجن كلوب كان واحد من أكتر الناس اللي ضمن مكانها في العالم كله من سنة بالظبط. لو سألتك على يورجن كلوب هو ضمن مكانه جدا، صاحب المشروع ومكمل كويس كعادة يورجن كلوب. في تجربته مع ماينز مع بروسيا دورتموند اتكررت تاني السنة السابعة عنده مشكلة، والسنة دي برغم ان هو دعم عنده مشكلة في شكل التدعيم اوريدي في اول الموسم، يعني ما دعمش وسط الملعب، انما مع الوقت احنا اكتشفنا ان هي السنة السابعة لعنت السنة السابعة اتكررت تاني، عنده مشكلة كبيرة في الدوري، الحالة مش احسن حاجة رغم ان هو قرب جدا. يعني احنا كل الناس اللي بتتكلم في الكورة افتكرت ان مكسب مانشستر 7-0 انا بكسب مانشستر يونايتد خلاص بقى، يعني انت المفروض ترجع بقى في ماتش بيرجعك للموسم، انما راجل خزنه جدا الماتش اللي بعديها هو بيتغلب من بورنموث، الموضوع صعب جدا. يعني انت فعلا مهتز جدا يورجن كلوب نفسه ثقته المشروع اللي بناه، رغم ان هو دلوقتي احنا شايفين نونز وجاكبو الناس بدات تشتغل مع صلاح قدام والفريق كان كويس واقف على رجله حتى في اول 10 دقائق مع ريال مدريد. امال ايه اللي حصل؟ تحس ان خلاص الشغف بيخلص مع عند الراجل ده. هو مشكله عند يورجن كلوب، انا مش شايف ان المشكله عند اللعيبه، في مشكله عند يورجن كلوب القائد بتاع القصه دي، هو صاحب المشروع يورجن كلوب ده بيتكلم دايما، حتى هو بكلامه فيه باشن، هو الراجل بيتكلم ان هو شاعر جدا، هو زي جوارديولا هو صاحب مبدا صاحب نظريه، فاللعيبه بتحبه جدا. لما واحد زي ده يفقد الشغف او يبقى مشكله عنده هو كل حاجه بتقع، الفريق بيبوظ خلاص. فرطت يعني فرطت جدا السنه دي، ماتش النهارده لو عملوها ده مش يرجعه للموسم بقى، ده يعني المفروض ياخدوا البطوله يعني. معجزه كره القدم بيحصل فيها معجزات، بتحصل كتير. ساب برشلونه قلنا الموضوع معجزه، وروما لما رجعت قدام برشلونه معجزه، بس قلت لك النهارده المشكله ان انت بتلعب انشيلوتي مش بتلعب ريال مدريد بثقافته وتقاليده، لا بتلعب انشيلوتي. انشيلوتي خبير في الشامبيونز ليج، الراجل ده بياخد اللقب بسهوله جدا وبيعرف يلعب الماتشات دي، وراجل ايطالي احنا شفنا امبارح الايطاليين عملوا ايه، يعني راجل ايطالي وهيعرف يقفلها كويس. ريال مدريد مش بيدافع، بس لو مش عايز يخش فيها 3 اجوان الموضوع صعب جدا ان يخش فيها 3 اجوان ومن فريق اصلا عنده مشكله. بس كل ده هيتلغي لو ليفربول في اول ربع ساعه جاب جول، اقف بقى هنا الماتش ممكن يتلغي. جول واحد في اول ربع ساعه يقلب ده اللي هيقول يورجن كلوب متهيألي. يعني انا لو مكان يورجن كلوب او اي حد مكان يورجن كلوب اصلا هيتكلم مع اللعيبه، انسوا اي حاجه، انا مش عايز يخش فيها جول واجيب جول في اول ربع ساعه، اهز ثقه الجماهير. جماهير ريال مدريد او الجماهير الاسبانيه عامه هي جماهير لطيفه، جماهير كراسي، يعني الناس ما بتشجعش زي الطليان مثلا او ما بيقوموش يولعوا الملعب يعني، فجماهير هاديه شويه واثقه فريقها، نتيجه كويسه، اللعيبه نفسها واثقه، لعيبه ريال مدريد مش اللعيبه النيرف عندها عالي، فلما اجيب جون في اول ربع ساعه انا هديت الثقه دي كلها. إلا فينسيس ده راجل جاي يضحك، ده راجل يهزر يعني، ممتع جدا فينيسيوس ده راجل ممتع جدا بصراحه. بس هي حتى فينيسيوس هما ما عندهمش يعني لما يخش فيها جون ما يعرفوش يلموا نفسهم بسرعه، الموضوع هيبقى صعب جدا. فكره ان انا جاي فيها جون، الله انت دايما محتاجه تزرعي الشك في الفريق اللي بتلعبيه في الماتشات الكبيره اللي زي دي، لو جبت جون في اول ربع ساعه هزرع الشك، انا هخلي ريال مدريد يسال نفسه وانا ممكن ارجع هنا نبتدي نلعب بقى. بس هو يورجن كلوب لو ما جابش جون في اول ربع ساعه تلت صعب كتير، الموضوع هيكون صعب جدا. رجز كان بيقول انه طريقه لعبنا هتكون قائمه على ان احنا هنهاجم من اول دقيقه، عارفه بقى المصطلحات او التصريحات بتاعه المؤتمرات الصحفيه اللي بتتقال دي، لازم نلعب من اول دقيقه، مش هنهاجم، مش هنستنى ليفربول يقرب مننا، هنبتدي الهجوم على طول. في سيستم محطوط، دي ثقافه انشيلوتي اصلا، يعني هو راجل بيلعب كوره، هو مش هيدافع من الاول، هو راجل انا بقول يعني بقول له مصطفى لو عايز يدافع هيعرف يقفلها كويس، بس هو مش بيدافعش. هو انشيلوتي اصلا هلعب كوره، انا عايز العب كوره، ايه اللي يخليني اصلا انزل خايف او قلقان؟ مش كده بقول لك هو ليفربول اللي محتاج يصدر القلق لريال مدريد، انما ريال مدريد نازل يلعب ينبسط. كريم بنزيما لعيب بيلعب كوره، مودريتش، فينيسيوس، انا عندي كميه لعيبه كوره قوي، مش لعيبه بدنيا عاليه او لا، هي لعيبه كوره اصلا، فهم لازم ينبسطوا. والراجل نفسه انشيلوتي بيشيل من عليهم الضغوط، الراجل في كل مش تصريح ده بس، هو اصلا راجل منهجه ان هو بيشيل الضغوط من اللعيبه، انزلوا انبسطوا العبوا كوره، هو نفسه بيحب ينبسط بالكوره. يعني بشكل عام لو رحل يورجن كلوب ليفربول هيبقى بنفس بنائه بنفس ترتيبه اللي احنا متعودين عليه، اعتقد ان هو فريق في النهايه يعني احنا متابعينه عشان صلاح فيهم ناس كتير. هو فريق كبير من قبل محمد صلاح، فريق كبير طبعا واكتر واحد اكتر فريق واخد القاب في البريمير ليج قبل ما فيرجسون يحصلهم يعني. بس طبعا مصريين والشرق الاوسط كله اهتم بصلاح، وصلاح عمل حاله في الفرقه
وهي الحاله ما كانتش صلاح بس، هي كانت هي يعني حظنا حلو ان ابننا اتواجد في الحاله دي، بس كانت صلاح ويورجن كلوب واتضاف ليهم فان دايك، هي بقت حاله كلهم. وابتدى الموضوع يفرط لما ماني مشي، يورجن كلوب اتهز، اكيد ده هياثر على ابننا، يعني اكيد ده هياثر على صلاح، لان كل الناس اللي حواليا اللي كانت مساعداني، انا مش بلعب تنس انا بلعب كره قدم، بس لو يورجن كلوب مشي حسب بقى المشروع، حسب ملاك النادي هيتعاقدوا مع مين، ما هو راجل تاني عنده مشروع تاني. يعني الناس كلها قالت ريال مدريد هيقع بعد زيدان مثلا، وجود كارلو انشيلوتي خلى ريال مدريد ياخد دوري وتشامبيونز ليج السنه اللي فاتت لان كارلو انشيلوتي. السيتي والله طب مشروع ابتدى يتهز الثقه فيه مش عارف ايه، لا هنجيب جوارديولا نكمل. بايرن ميونخ طبعا احنا ما اتكلمناش عليه اصلا، ده يعني ده فريق كل ما همشي مدير فني بس عندهم مشروع عندهم فيجن عندهم رؤيه للمستقبل، فبيجيبوا مدير فني زي ناجلزمان مثلا، الراجل السنه دي في الشامبيونز يعني عامل حاجات خزعبليه، فبيكمل بايرن ميونخ. فانت حسب ليفربول الملاك بتوعه هيتعاملوا معاه انه في رؤيه مستقبليه، ايه اللي هيحصل بعد يورجن كلوب؟ لان لعيبه لا موجود لعيبه، يعني موجود 7-8 لعيبه مثلا يخلوه فريق كلاس ايه، بس هل هم هيحافظوا اللعبه دي ويجيبوا حد عنده مشروع ويدعموه باثنين ثلاثه كمان، ولا الموضوع هيفرط ولا هو قادر يديرهم ولا لا؟ ويورجن كلوب ممكن يرجع، ممكن يرجع في الموسم. فكره ان اصلا هو يرجع النهارده يعمل ماتش كويس، مش لازم يكسب بس يعمل ماتش كويس يعني والنتيجه كويسه ويخرج باحترام، يعني دايما في الكوره كده ما تخرجش وانت رامي منديل، يعني اخرج وانت بشكل محترم وكمل ووصل تشامبيونز ليج في الدوري، ممكن ياخد سنه تامنه لان هو رصيده مع الاداره ومع جماهير ليفربول تكمل. وابننا محتاج ده، يعني صحيح. صلاح محتاج ان هو ما يندمش على قرار انه مستقر. الماركا والصحف الاسبانيه سايبه الدنيا كلها وكلامها كله على صلاح، مستنيين المباراه النهارده ويشوفوا ايه اللي هيحصل مع صلاح. بيقولوا ان الفريق بيسبب مشكله لصلاح انه لم يتغلب عليه ولا مره، فايا كان بقى من ايام ما كان معاهم في روما وبعدين ودلوقتي في ليفربول اتقابلوا 6 مرات، 5 مرات الفرق هي اللي اتهزمت وحصل تعادل بره. هل هتفضل على طول برشلونه عامله عقده وهتوقف لنا التقدم بتاع الغلط مش من عند ابننا، احنا ابننا ما بيغلطش، ابننا زي الفل. لا هو حظه وحش، في مره فيهم بيلعب مع روما مش احسن حاله ما يكسبش ريال مدريد، المره الثانيه ريال مدريد يتصف في الدقيقه 20 ولا يتصف اول ماتش، يعني ما يعني ما لحقش يلعب. المره الثالثه لا ليفربول بيكسب مره، وبعد كده المره دي ما صلاح عمل اول 20 دقيقه تاريخيين يعني يعني الراجل ما هو جايب جون واسيست والدنيا لطيفه جدا، بس الفريق ما هو انا مش بلعب لوحدي لسه، بقول المستوى ده مش تنس صحيح، فالفريق مش احسن حال. يمكن يكون الحل ان صلاح يروح لهم بقى، يعني يلعب معاهم بقى، يلعب الناحيه الثانيه من فينيسيوس مطروح. هما ما فيش فريق في العالم ما يتمناش محمد صلاح، بس خلينا المصريين ما بيحبوش برضو يدوا الوضع قوي لنجمهم، يعني لا احنا لازم نفهم ان عندنا واحد من اهم 5-6 لعيبه في العالم بالظبط، يعني فاكيد هما نفسهم يتمنوا ده، هو اللي ممكن يكون مش عايز. بس ريال مدريد وبرشلونه وفي تقارير اسبانيه كتير قالت ان برشلونه بالذات كان بيفكر في صلاح كتير، صح، ومنطقي ان ريال مدريد اصلا انا شايف يعني انت محتاج اصلا جناح في الحته دي، يعني فينيسيوس وبنزيما وملعب معوج شويه بتاع ريال مدريد لان الناحيه الثانيه دي ما فيهاش حد، صلاح بقى وياخد تشامبيونز وبالون دور ويبطل يعني. خلينا نشوف اللي جاي، كلنا نتمنى طبعا توفيق لابننا محمد صلاح، هو في النهايه واجهه لمصر والمصريين ومن اهم لاعبي العالم. بشكرك استاذ محمد دعبلات النقد الرياضي، شكرا جزيلا ليك، نورتنا وحللت معنا كل ما يعني جاء في الاخبار الرياضيه، شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا احنا لسه موجودين معاكم، خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر. اهلا بكم من جديد. امبارح تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزاره التخطيط ووزاره الماليه بشان برنامج الحوافز الماليه اللي بتخص المشروع القومي لتنميه الاسره المصريه. صحيح، وخلال توقيع البروتوكول تم الاعلان عن ان الحكومه هتقوم بادخار مبلغ بقيمه 1000 جنيه سنويا لكل سيده متزوجه ولديها طفلان بحد اقصى. ناس كتير جدا سألت هل الكلام ده هيحصل ازاي؟ هيتطبق امتى؟ ازاي السيدة اللي عندها طفلين بحد أقصى هتصرف هذا المبلغ بشكل تراكمي لما يبلغ سنها سن 45؟ هيبدأ من سن كام؟ خلينا نعرف تفاصيل أكتر معنا على التليفون الدكتورة أميرة توادرس مدير المركز الديموغرافي بوزارة التخطيط، ربما تضح لنا عدد كبير من الأسئلة. صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير يا فندم، أهلا وسهلا. طيب في البداية عايزين نعرف
البرنامج ده هيتطبق ازاي؟ اللي احنا فاهمينه ان هو نوع من انواع التحفيز علشان ما يبقاش فيه طفل ثالث في الاسره المصريه. هيبدا من سن كام؟ والسيده المصريه تعرف تسجل في هذا البرنامج وتستفيد من خدماته امتى؟ تمام يا فندم. هو طبعا البرنامج الحوافز الماديه ده جزء من مشروع قومي لتنميه الاسره المصريه. اللي كان في فخامة الرئيس أطلقه في 28 فبراير 2022، يعني من حوالي سنة و14 يوم. فاحنا في حزمة كاملة من الإجراءات والمحفزات الحكومة المصرية عاملاها للأسرة المصرية لتنمية الأسرة. تنمية الأسرة يعني إيه؟ يعني حاجتين، في بعد ضبط نمو سكاني عشان الزيادة السكانية اللي كانت السبب إن المواطن مش قادر يحس بأي حاجة بتتعمل في الدولة فيها تنمية حقيقية. البعد الثاني والمهم برضو اللي احنا بنركز عليه هو الارتقاء بخصائص السكان، لأن المشكلة السكانية في مصر مش زيادة سكانية بس، المشكلة السكانية في مصر انه يعني أعداد كبيرة ومعدلات نمو كبيرة مع خصائص متردية. يعني خصائص متردية يعني تعليم، صحة، قوة عمل، هجرة، جندر أو ملف النوع الاجتماعي وتمكين المرأة، فدي كلها بنسميها خصائص السكان. فالمشروع بيستهدف كل ده، بيستهدف رفع خصائص السكان من ناحية، وفي نفس الوقت عشان المواطن يقدر يحس بعوائد التنمية اللي الدولة بتعملها لازم يبقى فيه ضبط. احنا ما نقولش خط، احنا نقول ضبط، يعني نظبط معدلات النمو السكاني. فطبعا المشروع بيعمل ده من خلال عدد من المحاور وهزمة كبيرة جدا من المحفزات. في جزء تمكين اقتصادي، هيبقى في ريادية أعمال، في تدريبات، في تثقيف مالي وشمول مالي للسيدات، هيبقى في فرص عمل وحدات إنتاجية، وفي بعد خدمي أو صحي اللي هو توفير طبيبات في الأماكن اللي ما فيهاش طبيبات في القرى في الريف، توفير وحدات صحية، توفير عيادات، توفير حضانات للسيدات عشان تسيب فيها أولادها عشان تقدر تنزل تشتغل، وبالتالي رفع مستوى معيشة الأسرة. بس ده قانون، ده قانون بيقول إن لازم يتوفر حضانة لأي مؤسسة فيها عدد من السيدات، يعني ده قانون العمل كده. احنا هنزود ده كمان، يعني الأماكن اللي ما فيهاش جهات رسمية للعمل، احنا بنقول عايزين الست تنزل تشتغل في وحدات حتى إنتاجية. طبعا. فاحنا زي ما بنعمل وحدات إنتاجية بنعمل في نفس المكان حضانة ووحدة صحية، بحيث إنه يبقى لو حابة هي تعدي على وحدة صحية تطمن على صحتها أو صحة أولادها هتلاقي ده متاح في المكان. حاجة ثانية يبقى في حضانة تقدر تسيب أولادها أو تاخدهم معاها علشان ما يبقاش عندها اللود اللي هو هعمل مع الأولاد. طب. بالإضافة لكل المحفزات دي احنا قلنا انه يبقى فيه برضو إجراءات بقى أو محفزات مادية، إنها فلوس تتصرف للأسر الملتزمة بالضوابط دي كلها. يعني مش بس إنجاب بحد أقصى طفلين، لكن كمان مهم قوي إنه يبقى التعليم تمام. يعني مثلا ما ينفعش يبقى حد بيطلع ابنه من التعليم وأنا أديله مكافأة. تمام. أنا زي ما بقول لحضرتك هو احنا مش مجرد بس معدلات نمو بنحاول نظبطها، لكن كمان انا يهمني قوي خصائص السكان. طبعا. فالالتزام بالتطعيمات، الالتزام بتعليم الاولاد، عدم زواج القاصرات، يعني اللي يبقى عنده بنت ويجوزها تحت السن باكج كامل ما ينفعش طبعا. اي طيب دكتوره، يعني ازاي تقدر الست تسجل في برنامج زي ده؟ وبحضرتك قلت عند سن 45 هتقدر تاخد هذا المبلغ تراكمي. بالظبط. يعني هي مثلا لو هي يعني بيتحسب من امتى؟ من اول طفل ولا من تاني طفل ولا من ايه؟ وازاي تسجل في البرنامج اصلا عشان تثبت انها يعني قدرت ان هي تحقق كل المواصفات دي؟ تمام يا فندم. هو احنا سن التسجيل عندنا بيبدا من 21 سنه، يعني لما السيده يبقى عمرها 21 سنه. طب لو هي متجوزه من 18 سنه، من 19 سنه، يعني سنها كان 18 او 19 او 20، هي ستيل تقدر تسجل في البرنامج. بس الحوافز بتبتدي تتحسب لها من سن 21 سنه، بتقبضها عند سن 45 سنه. طب اقصى سن تقدر تسجل فيه برضه في البرنامج 40 سنه، يعني اللي هو اقل مده تقدر تقعدها معانا 5 سنين. البرنامج ده بتسجل فيه ازاي؟ احنا هنبقى فاتحين مقار ومكاتب على مستوى الجمهوريه، على مستوى الجمهوريه كلها، للمواطنين ان هم يروحوا يسجلوا بياناتهم فيه. هنعلن قريبا خلال ايام عن المنافذ اللي هيتوجه ليها المواطنين علشان يسجلوا بياناتهم.
المطلوب من الأسرة هو إحضار الرقم القومي للزوج، الرقم القومي للزوجة وشهادات ميلاد الأطفال. طيب مين مستحق؟ الست حتى لو مش مخلفة خالص، يعني لو اتنين متجوزين لسه ما أنجبوش، خلاص بيجيبوا الرقم القومي للزوج والرقم القومي للزوجة، بس هي ستيل مستحقة إن هي تحصل على الحافز. فسواء ما أنجبتش خالص أو أنجبت طفل واحد أو أنجبت طفلين، مفيش أي مشكلة، بتسجل معانا. الحافز ده عبارة عن زي حساب بنكي، هو مش بنكي، هو حساب في خزانة الدولة، ويمكن ده ضمانة أكتر للمواطنين، إن أنت بتتعامل مع وزارة المالية، أنت بتتعامل مع الدولة المصرية، في حساب في خزانة الدولة باسمك هيتحط فيه أو هيتم إيداع مبلغ 1000 جنيه سنوياً. الألف جنيه دي هي مش هتسحبها سنوياً، وبقول ليه مش هتسحبها؟ لأن لو هتاخدها على بعضها بالظبط كده هيبقى مبلغ قليل جداً، لكن لو هي هنقول مثلاً عندها 30 سنة دلوقتي، يبقى على ما تتم 45 سنة أدي 15 سنة، مش هتاخد 15,000، لا هتاخد مبلغ أكبر لأنها هتاخده بالفوايد. عشان كده احنا بنقول إنه المبلغ يفضل موجود في الحساب علشان يتم احتساب. لا معلش دكتورة عايزة أقاطعك، حضرتك بتقولي 30 سنة وبداية التسجيل تبتدي من عمر 21 سنة أو بداية الحسابات تبتدي من 21 سنة. طيب يعني احنا دلوقتي بتتحسب ازاي؟ سيدة عندها 21 سنة من أول عمر 21 سنة ولا من أول ميعاد الزواج؟ يعني البعض قد يكون منفصل، هل هينطبق عليه ده ولا لأ؟ البعض قد يكون دلوقتي عندها 44 سنة و10 شهور وفاضل لها شهرين عشان تبلغ ال 45 سنة، هل تقدر تصرف بعد شهرين؟ أو حتى 41 سنة مش هتقدر تسجل في البرنامج، هو الحد الأقصى 40 سنة. يعني لازم يكون عندها دلوقتي ماكسيمم 40 سنة عشان تقدر تسجل في البرنامج، عدت ال 40 لازم تكون متزوجة ولا منفصلة مثلا؟ لازم تكون متزوجة طبعا والزواج قائم، ولكن لو سجلت النهارده والزواج قائم بس بعد 5 سنين لا قدر الله اتطلقت او لا قدر الله اصبحت ارمله. لا ما بياخدش حقها لان هي اوريدي مسجله معانا، فبيبتدي يتحسب لها الحافز بتاعها عادي جدا. لكن لو هي مش متزوجه دلوقتي لا ما ينفعش تسجل في برنامج الحوافز الماديه، وطبعا لو مطلقه لا برضه. طب خلينا اكلمك عن فلسفه القصه دي. الناس هتقول لك هي الحكومه بتدي فلوس للناس، طب الحكومه استفادت ايه وانا ادي فلوس ليه؟ يعني اي اتفضلي. هقول لحضرتك يعني هي مش قصه الحكومه استفادت ايه، طبعا الحكومه بتدي فلوس للناس مش منحه، برضو دي نقطه مهمه وبشكر حضرتك انك سالت السؤال ده. اتفضل. لانه هي سمعنا قبل كده اشاعات نزلت كتير ان الحكومه هتدي منحه للي عنده عيال، لا هي مش منحه، هي تحفيز. يعني انا بقول لك انا دلوقتي كحكومه انا عامل مشروع لتنميه الاسر تكلفته مليارات، مش بس برنامج الحوافز الماديه، من عشان اوفر فرص عمل وعشان اعمل حضانات وعيادات وانزل بتعليات ثقافيه، الموضوع متكلف جامد جدا طبعا. ما ينفعش ابقى انا بكلف او بدفع بنفق الفلوس دي كلها علشان نوعي المواطنين عشان نوصل لمستوى حياه افضل، وفي نفس الوقت الناس لسه بتخلف بنفس الريت. صح. احنا حسبناها كده في حاجه اسمها البوبوليشن بروجكشنز او الاحصاءات الاسقاطات المستقبليه لاعداد السكان. فحسبناها انه احنا معدل الحالي مثلا للانجاب 3 أطفال لكل سيده في المتوسط. طيب لو استمرينا 3 أطفال على الوضع ده لكل سيده في المتوسط، لقينا انه في عام 2050 هنبقى 196 مليون نسمه. يعني تقريبا 200 مليون، طب احنا النهارده 100 مليون. بالظبط. لما ابقى في 2050 200 مليون ده معناها عدد سكان مصر اتضرب في 2. يعني حضرتك لو عايز مستشفى انا كدوله انا محتاجه اوفر لك قد عدد مستشفيات مصر كلها تاني، قد عدد مدارس مصر كلها تاني. لو افترضت وده مستحيل طبعا ان انا اقدر اعمل ده، لو انا اقدر ابني مصر تاني يعني ابني قد اللي موجود دلوقتي تاني، هل مستوى معيشه حضرتك هيتحسن؟ لا، ده انا هبني قد اللي موجود تاني عشان تبقى نفس المستوى، عشان احافظ لك بس على نفس المستوى. يبقى انا باص مليارات، ده هتبقى مئات المليارات بقى وتريليونات من هنا ل 2050 علشان ابني لك قد اللي موجود تاني، عشان حضرتك برضو كثافه الفصول هتبقى هي هي، طوابير الانتظار على المستشفيات هتبقى هي هي،
يبقى ايه اللي اتحسن في حياتك؟ يبقى انا بهدر. صح. يبقى هنا الدوله بتصرف تريليونات علشان حضرتك ترجع في الاخر تقول انا مستوايا زي ما هو ما اتحسنش. طب مستوايا ما اتحسنش ليه واحنا شايفين مشاريع في كل حته؟ وعشان كده فمعلش يبقى انا هنا لما اقول ان انا هحفز الاسر بحوافز ماديه عشان الاسره المصريه تساعدني كحكومه في ان انا اوصل لها مستوى حياه افضل وجوده حياه افضل، ده عمره ما هيكون بخساره لا على الدوله، سوري لا على الحكومه، لان الدوله عباره عن حكومه وشعب يعني. طب. فلا على الحكومه ولا على الشعب ولا على اي حد، بالعكس احنا كلنا كسبانين من الالتزام بالبرنامج ده. هايل، كل الشكر ليكي الدكتورة أميرة توادرس مدير المركز الديموغرافي بوزارة التخطيط، شكرا جزيلا لحضرتك كل التوضيح. منتدى شباب العالم عقد أول جلسة نقاشية لي حول دور المجتمع الدولي في الإغاثة، وحول أيضا التداعيات الخاصة بتزايد أعداد اللاجئين في الدول المضيفة. كمان الجلسة بتتناول تأثير الأوضاع الاقتصادية العالمية على قدرة الدول على احتواء اللاجئين وتوفير سبل الرعاية ليهم، وكمان التحديات اللي بتواجه المنظمات الدولية عشان توصل المساعدات الإنسانية للاجئين. خلينا نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي. منتدى شباب العالم عقد أول جلسة نقاشية بعنوان دور المجتمع الدولي في تقديم الإغاثة للدول واللاجئين في الدول المضيفة، وذلك من أجل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتوسيع نطاق الدعم للفئات والدول الأكثر تأثراً بالتحديات التي يشهدها العالم. الجلسة ناقشت العديد من المحاور تمثلت في الحديث عن التداعيات الخاصة بتزايد وتيرة موجات اللجوء على أوضاع اللاجئين في المجتمعات المضيفة والحدودية، مع التعرف على دور الجهات الفاعلة من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في التعامل مع أزمات اللاجئين، بالإضافة إلى تناول تأثير الأوضاع الاقتصادية العالمية على قدرة الدول على احتواء اللاجئين وتوفير سبل الرعاية لهم. أيضاً ناقشت الجلسة التحديات المتزايدة أمام المنظمات الدولية التي تقف عائقاً أمام قدرتها على إيصال المساعدات الإنسانية ودعم الفئات الأكثر احتياجاً. مشاهدينا احنا فقراتنا لسه مستمرة معاكم، خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم باقي فقراتنا. امبارح حديقة الحيوان بالجيزة شهدت حدث ربما مختلف بعض الشيء. الحدث ما كانش استلام حيوان جديد أو ما شابه، ولكن كان افتتاح وحدة بايوجاز. يعني ايه افتتاح وحدة بايوجاز في حديقة الحيوان؟ الوحدة دي زي ما هو مكتوب الهدف منها توليد غاز بيوفر جزء من إضاءة وتدفئة بيت الزواحف، توفير سماد عضوي عشان أيضا يسمد الرقعة أو الرقعة الخضراء الموجودة داخل حديقة الحيوان. أكيد يا مصطفى، المشروع ده أول مرة يتنفذ في حديقة الحيوان، وبتشتغل على فكرة توليد الطاقة من المخلفات. عندنا تفاصيل أكتر ممكن نعرفها من الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير عليك، على حضرتك وعلى السادة المشاهدين، وكل سنة وحضراتكم طيبين جميعا. وحضرتك أطيب، ربنا يخليك. دلوقتي بداية كده خلينا نقول سريعا إيه هو البيوجاز، إزاي ده يساعدنا إن إحنا نولد طاقة من المخلفات، وخصوصا إنها طبعا متوفرة في حديقة الحيوان. طبعا زي ما حضرتك أشرتوا امبارح كان افتتاح وحدة البيوجاز في الحيوان، وده نعتبره مشروع يعني هام جدا جدا. زي ما حضراتكم عارفين احنا بنحاول نساعد حديقة الحيوان المصرية انها تعود تاني للتصنيف العالمي وتشترك في جمعية الحدائق الدولية، لانها من اقدم الحدائق على مستوى العالم، وبيوجد بها العديد من يعني المشاهدات المهمة جدا داخل الحديقة. كان فكرة المشروع اللي احنا بدأناه مع هيئة حديقة او ادارة حديقة الحيوان ووزارة الزراعة، إن احنا ابتدينا نستخدم المخلفات الحيوانية أو مخلفات المجزر اللي داخل الحديقة في إنتاج غاز حيوي، ويتم استخدام هذا الغاز
في الاضاءه والتدفئه للحضانات بتاعه السواحل وغيرها من الثدييات اللي موجوده في الحديقه. طبعا بالاضافه من هذا المشروع ينتج عنه حوالي 800 كيلو من السماد السائل عالي الجوده ويتم استخدامه في عمليات الزراعه المختلفه داخل الحديقه. ده انا عايز اقول باختصار ان هذه التكنولوجيا لاول مره تطبق في مصر. هي تكنولوجيا بتعتمد على استخدام مخمرات، هذه المخمرات بتكون من معدن مطلي بالغاز ويمكن فكها وتركبها ونقلها من مكان لاخر. ودي اهميه هذا المشروع، انه مشروع تم فيه تطوير تكنولوجيا انتاج الغاز الحيوي ويطبق في حديقه الحيوان، لان احنا باصين على حضانات الحيوان في المانيا وفي كندا، ولقينا ان تم تطبيق المشروع هذه الحدائق كانت المهم ان احنا، لكن الاهم اللي برضو مهم جدا ان احنا هذه الوحده هتكون مثال تعليم. أيوة. زي ما حضرتك عارفين قدام حديقه الحيوان بتوجد زراعه والبيطري وهذه الكليات العمليه المعنيه بهذا النوع من التكنولوجيات، فدي هتكون زي جزء تعليمي لهؤلاء الطلبه على هذه اللي احنا نامل في تعميمها على مستوى مصر مش لحضرتك. أيوة. ولكن لجميع المصادر بتاعت المخلفات سواء مثلا الكومباوند الحاجات طالعه من المستشفيات او غيرها، فطبعا كان مهم جدا. طيب خلينا نتكلم بلغه الارقام يا دكتور. المشروع ده هيوفر على حديقه الحيوان كام جنيه؟ اول حاجه احنا هنتكلم على البعد الاول، كميه المخلفات الموجوده